زمان لما كنا في حصص التاريخ، كنت انا بشوف ان يعني طبعا ده كان جهل مني يعني، بس كنت اقعد اقول للمدرس هو انا ليه يعني ليه احفظ نصوص معاهدة مثلا اللي عملها مات والمعاهدة خلصت بس كان في معلومات كده كنت بحس انها متألفة او مش معقول يكون كان في ناس بالجهل ده، عشان كنت صغيرة يعني كنت عبيطة. كان في وقت البنات ان اللي يخلف البنت يدفنوها ويموتوها عشان بنت. كنت بقعد اقول معقولة كانوا بيعملوا كده؟ فالنهاردة قالوا لي اصل في اب موت بنته عندها 7 شهور، خنقها بالمخدة عشان هي بنت. قصة مش داخل دماغي بصراحة يعني، وهو بعد 7 شهور اكتشف انها بنت. تعالوا نشوف. انا اتجوزت ابن عمي من سنة ونص، تمام. طبعا انا كان ليا جوازات قبل كده، يعني انا لو مثلا انسانة مش كويسة او بدور على اي حاجة، يعني ما كانش مثلا انا او فلوس او ليا اطماع بمعنى اصح، ما كانش ان انا اتجوزت او ان انا اقول سترة راجل او جوزتي كذا مرة يعني قصدك؟ ايوه، بس كلها بظروف حضرتك. يعني انا عارفه ايه اتحسبوا عليا جوازات من غير ما اتجوز. يعني الاولاني كان 60 سنه وانا كنت 16 سنه، كان كل املي في الدنيا ان انا اكمل تعليمي، اخش ثانويه عامه واكمل تعليمي. طلعت من عنده سوري بنت بنوت، لان هو كان كبير في السن وكان متجوز جواز ايطالي. عملت فيها ليه يا حاجه كده؟ والله لا حول ولا قوه بالله يا حبيبتي. لا ماما اتجوز شغل. انا حضرتك كنت شغاله مضيفه في السوبر جيت، فطبعا بنوتها زي صغيره، كانت كل رعبها عليا ان انا باجي في اوقات متاخره وسفر ودنيا، فكانت عايزه ان هي تسطرني باي شكل. فده كان جه من ناحيه السوبر جيت، قلت هكمل تعليمي وارتاح من الشغل وطمع الناس فيا و16 سنه مش حاجه، ما كنتش كمان لسه كملتهم. المهم ان انا اتجوزت، طلعت من عنده بعد 5 شهور بنت بنوت. جيت اخدت بابا فرح اللي هو احمد ياسين، فاهماني؟ ده كان زميلي من ايام الدراسه. هو ابن عمك؟ لا، ده كان زميلي من ايام الدراسه. قلت شاب يكون نفسه وانا اكون نفسي ومع بعض نجتهد مع بعض. المهم فما حصلش نصيب. فرح كان عندها شهر ونص. طبعا يعني انا مش عايزه طبعا اعيب في حد، بس هو انسان كويس ما غلطش فيا، بس مش بتاع التحمل مسؤوليه لا اكتر ولا اقل. المهم انفصلنا بكل ادب وبكل احترام، والحمد لله العلاقه ما بيننا برضه لحد دلوقتي كويسه، وبينه وبين بنته الحمد لله. قعدت 5 سنين ما قلتش يا جواز تاني وشغلي وبنتي وماما وشكرا على كده. هو جيت بعد كده حضرتك ولاد خالته جابولي مقاول في سيدي بشر، ظروفه ان هو متجوز بنت عمه وعنده عيال بس ملوش علاقه بيها ومش عارفه ايه وكده هوت. طيب ماشي. جه يا دوبك خطوبه اسبوع، وماما طبعا ما عندهاش خروج ودخول ولا الحوارات دي خالص. طب قال لها طب احنا كان في شهر 1، في شهر 5 المفروض ان احنا كنا نخش هنبني الروف ومش نبني الروف واعمل لك الشقه بتاعتك في سيدي بشر وبتاع. المهم طبعا يوم التاني التالت مفيش الشهر مفيش فلوس مصاريفها باسلوب تاني مش حلو، يعني بيحب السهر بيحب مش عارفه ايه، لم نفسك ما بيلمش. المهم ما حصلش نصيب، رحنا مفركشين الموضوع وعطيته حاجته كلها، كنت كاتبه عليه قايمه ب 116,000 وجايبه جايب لي حاجات ومش عارفه، طلعت له الحاجات دي كلها وبريته وطلاق بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب، ولحد دلوقتي الحمد لله. برضه جه بعديها حضرتك ما كملتش 15 يوم طبعا من كلام الناس لاني سمعتها بودني، ايه ده بعد 9 شهور كاتب كتاب؟ معقوله يسيبوا بعض؟ من حرقه دمي طبعا. كان في عرض قبل علي جارتي اخوها رئيس مجلس اداره، فاهماني؟ فانت ما سبتي واتجوزتي حد تاني، طب هو في عيب بتاع؟ المهم اللي عرفت ان انا اتطلقت جت عرضت عليا العرض التاني. كان عنده 3 ولاد في 16 سنه بنوته و18 سنه ولد و21 سنه ولد تاني، قلت اخده لاجل البنت اللي عنده، هيراعي ربنا فيا وفي بنتي. قعدتش معاه 40 يوم واتطلقت منه بسبب فرح.
سغدها في صدرها هنا هوت، وابتدى بقى ان هو يحطها في دماغه، دخل التواليت كانت قد ايه مش عارفه ايه الاسلوب ده واسلوبه. طبعا بقى اللي قال الله وقال الرسول ده، لقيت بني ادم تاني خالص ما يعرفش اي حاجه عن ربنا. المهم ان انا انفصلت عنه برضو بكل ادب وبكل احترام، انفصلت منه. جه بقى قعدت كذا سنه ما فيش اي حاجه خالص، جيت اخدت بقى ابن عمي ده، قلت ابن عمي اولى بيا ولحمي وطبعا دخل عليا. طبعا احنا بقى لنا 20 سنه بعيد عن عيله بابا خالص، بابا سايبني وانا في ثالثه ابتدائي ومصطفى اخويا ابن 40 يوم. الست دي هي اللي ربتنا، الست دي بعد ما كانت سوري الخدامين بيخدموا تحت رجليها بامانه بامانه مش كلام والله يا فندم، ماشي اشتغلت علينا، سيئت علينا سلالم، اشتغلت عند طبخه هنا في شارع الحنفيه، استاذ عزت، استاذ عادل امام، من واحنا لسه قطط صغننه، في كل حته كنا في دلها، فهماني حضرتك. المهم جيت قلت دخل عليا بقى بالحنجل والمنجل وفرح بقى ياخدها على رجله ومش عارفه ايه، لا اعرف حاجه عن مراته الاولانيه ولا عمري شفتها ولا قعدت معاها ولا اعرف ظروفهم ايه. جه لما عمي مات كانوا هم ساعتها سايبين الحضره وجايين قاعدين هنا في العمريه، عرفنا ان عمي ده عمي الوحيد اللي كان حنين علينا، يعني انا ليا ست خمس عمام تانيين غير بابا من ضمنهم هو، ده الوحيد اللي كان بيعطف علينا واحنا صغيرين، نروح له البيت مش عارفه ايه، كان يقف لنا عشان خاطر بابا والمصروف وكده هو. المهم اخدته بناء ان هو ايه، عارف اسود بابا كانت عليا عامله ازاي، يعني انا لو حكيت لحضرتك على الجوازات دي كلها انا ما كنتش بدور على جواز قد ما انا كنت بدور على حنيه اب اللي انا افتقدتها مش اكتر. اخدته وقلت هو حاسس بيا وحاسس بالمأساه اللي انا عشتها من وانا صغيره، هيراعي ربنا فيا وبنتي وهي لحمه. بابايا قبل ما يتوفى ما رضاش، وماما قالت لي هتبقى ايه يطلع شبه اهله، فكنت لما اجي اساله اقول له يا احمد قبل الجواز يا احمد انت ممكن تضربني تمد ايدك عليا، يقول لي لا انا ابدا انا امل اهي معايا ما مديش ايدي عليها ولا اي حاجه خالص. عايزه اقول لحضرتك ان هو عنده اسلوب صهيوني بشكل فوق انت ما تتخيلي ولا تتصوري، عنده استعداد ان يقنعك باي حاجه حضرتك انت ما عملتهاش تشكي في نفسك ان انت فعلا عملتيها. البني ادم عنده ثبات انفعالي بشكل واسلوب بشكل، طبعا دراسته ازهر، دارس علم نفس طبعا والكلام ده كله. اختها طبعا يعني تعبانه نفسيا او ما نصح عندها صرع ماشي، فلما حصل موضوع رزان فبتقولي من ضمن العركه بتقولي ايه وايه يعني انا اختي لما جات لها الدور قبل كده ماتت قعدت على بنتها صغيره وجوزها ما عملش اللي انت عملتيه ده كله. قلت لها عشان هي مجنونه، انا مش مجنونه عشان اسكت، اسكت على ايه؟ وعمل ايه في بنته بقى؟ المهم حضرتك ان انا اتجوزته، جيت لساعة الواقعة. طبعا بقى اسلوبه معايا من اول الجواز كان يعني ايه، لو اقول لك الرضا ترضي، انا عندي شقتي هنا، جوز واحده تانية؟ ايوه شقتي هنا في البطاش ماشي، شقتي هنا في البطاش تمليك. المهم انا خدت وقال لمراته ان هو متجوز. طبعا طبعا ده انا هقول لحضرتك بقى اللي حصل. مين اللي عايش في ضرتها واولاده الاثنين على سرير واحد؟ هي وضرتها وولادين على سرير واحد. انت ليه عملتي كده؟ مش بيتها معطي هنا شقتها، فلما راح لباباها قال له انا عايز، قال لي انا قلت له لا انت طلبتها هي في الثانوي ما رضيتش اديها لك، احنا ما نسيبش العيله دي تاني. راح ايه المهم عدت السنين لما جاب اخذها راح لباباها، انا قلت له لا مش عايز اخدها. المهم راح بابا راح قال له، قال له ما ينفعش انت معاك ولدين وزوجها ومش لاقي تاكلهم هتاخدها تعمل بيها ايه؟ قال له لا يا عمي ها برضه بنت عمي وانا مش عارفه ايه. المهم قال له خلاص انا قلت لك لا، راح جايبها هي قال لها كلمي بابا، قالت لي كلمي خلاص بابا ابن عمي اولى بيا، يا بنتي هيدوخ يا بنتي ده انسان مش ملتزم. خدتي ليه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو انا خدته بناء ان انا عندي شقتي هقعد فيها، ماليش دعوه بظروفه بحياته بمراته. لا قصدي ايه اللي عجبك يعني، ايه الميزه؟ ما بقول لحضرتك دخل عليا دخله مش عايزه اقول لك عمل ازاي، صهيوني مهما هوصف. لا يعني انت قصدي لما يبقى واحد متجوز واحده تانيه ما بتغريش يعني ان هو يروح لواحده تانيه وكده ما عادي؟ مش موضوع ان انا طبعا اكيد بغير واكيد طبعا كده. هو احكي لي على سرير واحد اللي الحاجه قاعده تقولها دي، يعني ايه؟ يعني انتوا بتناموا على سرير واحد؟ انا هحكي لها ماشي. ما حضرتك انا الاول انا خدته بناء انا في شقتي،
إنسان لا بيشرب سيجارة ولا بيشرب كوباية شاي ولا قهوة ولا أي حاجة، عيشتي معاه كلها تحت التهديد. طبعا أنا لو هوري حضرتك جسمي. احكي لي بس حكاية سرير واحد. ماشي، ما أنا هاجي لحضرتك أهو في كلامك. ما قال له أنا هاخد لها جرح حديث بره، والبيت وأنا في جرح حديث بره. اسمع حضرتك أنا بقول لها فدلوقتي هو إيه؟ قال بابا قال له عندها شقة في البطوش ملكها تمليك، خدها يا عم وادفع 300 جنيه بس، مش هقول لك 700 ولا 1000 ولا غير 300 كل شهر. الايام دي يعني؟ ايام خدها السنه دي السنه اللي فاتت. فالمهم لما جت الفجاه قلت لها اقول لك ولا 300 ولا 400. طب لو باباها واقف وهي ما الله يسهل لكم ال 300 كده كده البنت هتقعد معاكم على فرحه. انا فرحه يعني الشقه كانت بتاعتك؟ بتاعتي باسمي. ما قعدتيش فيها؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، جيت قعدت في شقتي بتاع حوالي اسبوعين. طبعا في شد كده حصل ما بين ماما وهو وشقه فرحهم وشقه فرح. طبعا قال ايه الكرامه والعزه اخدته، قال هو راجل قوي يعني لا انا مش هقعد فيها. طب يا ابن الحلال ايه ده؟ طب مش عارفه ايه. المهم اليوم ده انا كنت غاسله ومنشره للفاتح وفي الغامق مبلول ومسيه شقتي ومفيش اي حاجه، جالي بلهوجه ابنه يوسف وهو كان بيرضع على صدر مامته قبل كده اهوت، وبيضرب مامته وهو بيرضع الولد، فراح شده من على صدر مامته. الولد بقى يجيله حاله تشنج ويزرق وقلبه وحاجات كده غريبه. جه الحقيني الولد تعبان يلا بسرعه وانزلي معايا. فالمهم قبل الموضوع ده تيجي يقول لي ايه اللي قولي لي يا سعاد لو انا اخدتك كده اهوت عند ماما. طبعا مامته قاعده مع مراته قاعدين كلهم في شقه واحده، لو انا اخدتك يوم كده مع عند ماما واتباتشي ومش عارفه ايه رايك؟ قلت له انا مرات عمي بحبها من قبلك من قبل اي حاجه، انا بحبها طنط بدريه. فمفيش مشكله بس بيات انا مش هقدر ابات، يعني انا بات وانت تخش في اوضه مع واحده تانية تنام انا مش هقدر ان انا اقبلها من الصعب. وتقريبا ثلاث ارباع مشاكلنا كانت بسبب موضوع زي دوت. يعني انا مره طفحني الدم وكان هيكسر لي ضلع وطرشت دم في الاوضه اللي ماتت فيها رزان بسبب موضوع زي دوت. طبعا هي اتحملت كتير امل وانا كمان اتحملت اكتر. المهم خدني اليوم دوت ورحنا خلاص بقى مفيش مروح تاني هناك، خلاص مفيش مروح تاني هناك. ازاي؟ طبعا عملت مشكله، مسك عليا سكينه امضي لك على. عملت مشكله عشان ايه؟ عشان انا مش عايزه اقعد ولبست هدومي ولا مش قاعده ولا مش عامله ايه. المهم كانوا ساعتها بينقلوا بقى من العمريه لل 21 هنا اهوت في الاول يومين. طب بينقلوا ومش عارفه ايه وبوضب معاهم البيت ومش بوضب معاهم البيت. انت كان بينامك جنبها يعني؟ هو كان احنا بننام كلنا في اوضه واحده وهو كان بينام في اوضه تانية بره في الصاله، ما بينامش معانا. يعني خلاص بقى انا ايه اريح دماغي احطكم انتوا الاثنين ولا عايزك ولا عايزك. ده عشتي هناك يعني؟ عشتي هناك، عشتي هناك ذل. ولما عشتي هناك انتوا تناموا مع بعض وبعدين يعني انت بتقابليش جوزك خالص؟ لا بتبقى لها ظروف كده معينه دور يعني؟ لا طبعا استنى ما هي تنزل ولا انت تنزلي ولا ايه؟ مش جنب جوزك خالص؟ ما بيبقاش معاكي خالص؟ لا ما هو بيبقى احنا الاوضه انا وهي والاولاد بس لوحدينا. وهو بيبقى على كنبه تانية او لوحده بره. لكن ما بيبقاش انت موجوده وهو معاها مثلا؟ لا ما ينفعش ولا ينفع هي كمان. بس طبعا كان في طبعا غيره وكان في مشاكل، وطبعا بقى غيره باسلوب انا عليا مش كويس. يعني مثلا انا لو طلعت اول ما اجي مثلا انشر ده حتى وانا في بيتي نوت، لو نشرت انشر الساعه 4 الفجر 5 الفجر وهو واقف ورا ظهري. يعني لازم لما يبقى معاكي هي تنزل مثلا ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني بتمارسوا حياتكم الزوجيه ازاي؟ في ممكن وقت تبقى هي نايمه فيه. انا ما اعرفش بقى وقتها هو ممكن بيكتم معاها زي ما تعرفوش. انا حصل بقى حكايه البنت حضرتك جت طبعا نقلنا من الشقه اللي هي في ال 21 دي، رحنا شقه المساكن في ال 21 ذات نفسها. الوقت دوت هو اساسا كان صنايعي رخام في الفندق. وقال لك سيبي شقتك ليه؟ مش هتروحيها بسبب بقى ايه عزيزه نفسه كده وبتاع. لا يا ابن الحلال ماما ملهاش دعوه، ماما مش عارفه ايه، انا اقعد في شقتي، انا تعبت من العيشه دي. طبعا مشاكل بقى وضرب واهانه، سكاكين، جنازير، سنج 2 كيلو، ايده دي دوت، طبعا كل ده لف وشي منه.
دماغي دي تتضرب في الحيطه، الطرشه تنزل دم من ورا. مش عايزه اقول لك المأساة اللي انا كنت عايشاها ازاي. استنى، طلقتيش ليه؟ اطلق ما هد واخد اوراقي، اوراق اخويا، دخل اخوه اسماعيل السجن في سرقه توك توك وشرها في قتل 3 سنين، على اكمل استعداد ان هو يعمل اي نصيبه، واخد اوراق اخويا ومهددني بيه. مش هتشوفيه تاني. يعني ايه يا احمد هتقتله؟ يعني انا مش هوريه لك الشمس تاني. يعني ايه يا احمد هتقتله يعني، ولا هتعمل فيه ايه؟ لا هقتل اي حد واحط لك اي اوراقه. جبروت يعني اي بني ادم فينا جواه الخير وغير جواه الشر. ممكن الغير غالب، الشر اغلب شويه، بس بيجي عليه لحظات. ايه حصل ايه البنت على طول بقى؟ رزين من ساعه ما عارف ان هي بنت في بطني وان هي 5 شهور وهي خلاص بالنسبه له دي ماساه. خوفه ورعبه كله ان اللي عمله في الولايه كلهم يقعد له فيها، زي اللي بابا عمله بالظبط فينا وفي ماما قعد له فيا. ما اللي انا فيه ده كله بذنبه هو. المهم جت البنت طبعا ولدت وكل حاجه، يفتح لها برجل من وهي لسه عندها 2 شهر على اسلوب ان دي رياضه عشان لما تطلع. انا عايزه، هو طبعا بقى بيلعب بوكس ودمبلات والبار وكل دوت طبعا مظبوط. اوضه عامل اوضه للرياضه، اوضه رياضه، فاهماني؟ عذاب ما بعده عذاب. هو بينام في اوضه الرياضه، ولما جت رزين كلنا بننام على السرير وهي جنبي. لما جت امل طفشت ومشت من كتر اللي احنا شفناه انا وهي منه. طبعا مسك عليا سكينه وكتبني على وصلين امانه، وكتبها هي على وصل امانه تحت تهديد السلاح. سلاح مش اي كلام. يعني انا لو هوري حضرتك اللي حاصل هنا وفي معدتي بالشوك وبالمفاتيح وحاجات بشعه. طبعا من بعد ما امل طفشت ومشت، قفلت المفتاح على الباب دي زادت. هو شغال بالتنية بتاعته ال بره 21 للمساكن جوه تحت البيت. طبعا ما بيعملش اي نصيبه في البنت او فيا الا ومامته مش موجوده، تكون عند اخته في العمريه. كسرها وهي عندها 4 شهور، كسر فخدها كسر تمام. وهي عندها 4 شهور برضه والدته ما كانتش موجوده. وركها دهكة بقى قد كده بنتي وسخنه، اقعد اعيط، طب بالله عليك ودينا مستشفى، طب بالله. عمل لها مسك عصايه وعملها لها في رجليها ولفها لها بلاستر 5 ايام لحد ما اخوه جه ابراهيم. بقى ابراهيم يعيط يقول له طب اديهاني انا اروح بيها مستشفى. وانا اعمل لابراهيم كده؟ بالله عليك يا ابراهيم عشان خاطري، مش عايز يديني لا انا البنت ولا ليه البنت ان هي يروح بيها مستشفى، طب بنتي بتموت. طبعا كان قبلها 3 ايام مامته ما كانتش موجوده، ضرب البنت 3 بكاس. فجيت طبعا شفتها من هنا مفتوحه لسه وزرقاني هنا اهوت وكده اهوت. طبعا جت مامته عشان خاطر ابراهيم اخوه جه برضه ياخد حاجات، ووريته وش البنت. ايه ده انت عامل في بنتك؟ مين اللي عمل كده؟ وانت كنت فين وهو بيعمل كده؟ تعالي اقعدي. انا دخلت اهجم عليه، هوري حضرتك جسمي دلوقتي. دخلت اهجم عليه، مسكني بالحزام بتاع توكة الحزام، قطع لي جسمي بتوكة الحزام مفتوح. لا يعني بيجي لللف لله كده يروح ماسك البنت ضربها؟ انا ما بحبش اسمع صوت عياطها. لا عايزها بقى، بصي حضرتك عايزها ايه؟ لو عيطت يضربها عشان يقول لها بس بس، عشان يقول لها اسكتي اسكتي. طب بيبي ايه 7 شهور؟ طب انت ازاي بتعمل كده؟ سويت طبعا لو انا خدتك للجيران يقولوا لك ايه اللي كان بيجرى فيا، وصوتي على طول طالع ضرب بشكل بشع. بعد ما فتحت لها المهم مامته جاب بعديها ب3 ايام مامته جت. طبعا الفتره دي انا بقى كنت عايزه اهرب، تاني يوم عايزه اهرب واخدها وامشي. طلعت جارتي اللي هي اللي اسمها ام الست الكبيره ام ايمن دي، وريتها البنت من البلكونه، قولي لي اعمل ايه؟ بالله عليك محدش واقف جنبي خالص. طبعا موقع ما بيني وما بين مامتي، ما فيش تليفونات، باب مقفول، مفيش اي حاجه من اي حاجه خالص. انادي سوري اصفر للتنايات وهي ماشيه ان حد ينجدني، حتى انزل ملايات وانزل بيها، مفيش تنايه عايزه تقف مش سامعيني. عشان ايه بيحصل؟ عايزه خلاص ضربها 3 بكاس، هستنى لما يموتها. انا بقيت ماشيه في الشقه، يا ربي طب انا هستنى ايه تاني؟ لما يموتها لي هستنى ايه تاني؟ طب اعمل ايه؟ مسيبني انا ويوسف 3 سنين ونص ابنه الصغير والرزان وانا بس في الشقه وقافل علينا بالمفتاح. لو انا جربت ان انا اكسر مفتاح الطبله بتاعت الشقه، طبعا بقول لحضرتك شغال 21 للمساكن جوه عند البيت، يعني كل ثانيه عندي، وده اللي كان بيحصل. يعني انا لو جه وانا بكسر باب الشقه كان قتلني وقتي، لاني انا اللي كنت رايحه مش بنتي. يعني بعدين فادتني انا.
انا عارفه ان انا كانت اخرتي مع موت. المهم يا فندم، جه بعديها، المهم مامته جت اليوم دوت، كان يوم الاحد قبل المغرب، مفيش بنص ساعه. جه هو من بره متضايق ومخنوق، كان المفروض عليه جمعيه داخلها هو واخواته ب 500 جنيه في الشهر عشان ينضم علينا من التفاصيل دي. المهم داخل جمعيه، المهم جت مفيش نص ساعه، اليوم جايه دلوقتي معاها بودي ابنه الخمس سنين ونص. بودي من كتر رعبه منه وان هو كارهه مش عايز يخش البيت، فالبيبي الولد داخل خمس سنين ونص بيعيط مع مامته، فبيقول له ايه بتعيط ليه؟ قال له، فراحت رد قالت له اصلك هو عايز يروح عند شيماء بيحبها اللي هي اخته فبيحبها. قال له والله شيماء، طب والله العظيم ثلاثة بس طبعا بلفظ تاني، ما انت شايف الشارع تاني ولا رايح لشيماء ولا غير شيماء. والولد عيط يقدر العيل. اخته مين؟ هو اخت احمد شيماء. المهم يقدر البيبي الصغير دوت يعيط بصوت؟ ما فيش حد من العيال يضربهم. انا عايزه الملايه وحاجه اختك والكرباج ماشي يضربهم بالكلده اللي انا هوريها لحضرتك دي ويضربنا بيها ومش عارفه ايه، ما تطلعيش صوت، ممنوع الصوت. العيال من دول يكتموا. عمل ايه بقى في البيت؟ المهم جه قال لي ما امي جايه. قلت له بجد ماما جايه ومش عارفه ايه؟ لان بتيجي بترحمنا من اللي هو بيعملوا فيها او فيا. المهم جت، ايه يا احمد انت مش هتدفع فلوس الجمعيه؟ كان معايا اليوم ده 150 جنيه وعايز يكمل عليهم 350 جنيه ماشي. وداك حضرتك الجرباك اللي هو عامله بيعذبنا بيه ده، طبعا غير السلبه اللي بيعملوا بيها دي، كوره هنا وكوره هنا السلبه. طبعا الحزام كان معايا اللي انا اتضربت بيه ومسايح دمي بيه ماشي. دي هدوم رزان. فين هدوم اختك يا حبيبتي؟ هاتيها من جوه شوفيها فوق ماشي. دي الملايه، بص حضرتك الدم. وبعدين حصل ايه بقى؟ المهم حضرتك جه هيدخل 500 جنيه. 150 معاكي؟ 150 معايا هو 150 و3 جنيه فكه. المهم كان عاطي العربيه بتاعته لبعض الظهر لواحد اسمه بيشتغل هو فتره الصبح، وعطاها له بعد الظهر بيديله 50 جنيه فيها. المهم شد هو ومامته، لا مش عارفه ايه، انت كل ما تتكلمي تقولي على الجمعيه، روح شادين مع بعض. طبعا شتمها وقل ادبه عليها كالعاده والفاظ قله ادب، وان الحريم كلها، هو يقول لك انا بكره الحريم كلها حتى امي، ما بحبش اي حريم في حياتي. طب انت خدتني؟ لا انت غير الحريم. المهم شتم وبهدل الدنيا وراح داخل ايه الاوضه، كنت انا بسخن الاكل. المهم رحت مدخله له الصينيه بالاكل، راح ماسكني شتمني انا كمان وبهدلني، وطلع بره واياك حد يفتح عليا الاوضه. سبت له حاجه وطلعت. طبعا كانت رزان وقتها نايمه، فصحيت رحت موديها لمامته قلت لها بصي يا ماما يرضيكي كده، وهي قاعده في البلكونه يرضيكي اللي عامله في رزان، بصي وش البت عامل ازاي، انا خلاص هسيبه وامشي. قالت لي برضه يا سعاد تسيبيه يا احمد امشي؟ قلت لها يا سلام، وانا هستنى لما يموت لي بنتي وتقولي لي اسيب احمد؟ ده كفايه قوي عليا كده. المهم وريت لمامته البنت وكده اهوت ومش عارفه ايه، راحت نام. قام حوالي الساعه 7:30 8 كانت ساعتها ساعه الماتش، كان يوم 8:10 ساعة الماتش. المهم قام رزان قاعدة على رجلي ستها في البلكونة، فدخل التويلت. فالمهم أخد دوش، فهو أنا في الحمام معاه بدخله الهدوم، فبيقول لي هي ماسكة البت ليه؟ طبعا قلقان إن هي تشوف اللي في وشها. هي ماسكة البت ليه؟ قلت له ستها وبقالها كام يوم ما شافتهاش، إيه المشكلة يعني هقولها ليه ماسكها؟ أنت بتتكلم إزاي؟ المهم رحت طالعة قايلة الكلمتين دول لمامته، قالت لي سيبك ايه منه، طبعا دعا عليه داعي عليه بشكل رهيب. المهم طلع راح قال لها انت مش عايزه تعيشي معايا، دخل بقى المنطو انت مش عايزه تعيشي معايا، ما تمسكيش حاجه مني. طبعا هي قاعده كل رعبها ان هو ممكن يمسك البنت من ايديها يرميها في اي حته، وانا واقفه وراه هموت بنفس الموضوع برضو. راحت قالت لي ايه تعالي يا سعاد خدي ايه، قالت له عيالك دول هم عيالي انت مالكش دعوه بيهم.
راحت ايه، رحت قالت لي تعالي اقعد خدي البنت، اخدت البنت حطيتها في المشايه بتاعتها في الاوضه اللي جوه ونزل. لما جه نزل راح قافل بالمفتاح علينا، تعالي اطلعي انت من البلكونه، بقول لها اما ده قفل بالمفتاح. طلعي من البلكونه، ربنا انت ايه منك، زفته زفه من البلكونه مش عايز اقول لك. وقعدت تدعي لي تدعي لي شويه، غاب بتاع حوالي ساعتين كده، ده جه حوالي الساعه ايه، حوالي الساعه 9 ونص 10. دخل على اوضه مامته على طول، قعد معاها في البلكونه، فالبلكونه اللي فيها اوضه مامته جنب الشباك بتاع الاوضه بتاعتنا. فانا قعدت الصراحه يعني اسمع بيقول لها ايه من الشباك، فانت بتعمل انا تعبان نفسيا، انا الدنيا مش عارفه بايظه معايا وكل حاجه بتتسدد والجارد جاي والجمعيه، وقعد ايه يشتكي لها الهم. طب انت ايه ذنب البيبي الصغيره دي اللي انت عامل فيها كده؟ دي مامته اللي بتقوله اللي انت عامل فيها كده، ده الناس بتشتهي ضفر عيله، ليه بتعمل فرزان كده؟ قال لها انا قلت لكم مليون الف مره ان انا ما بحبش اسمع صوت عياطها، انا بتخانق وبتضايق لما بسمع صوت عياطها. ليه كده يا ابني؟ طب ما انا قلت لك اخدها واديها لاختك شيماء، اخدها انا معايا في النازله والطلعه، ليه بتعمل فيها كده؟ طب سعاد الغلبانه دي اللي ما بتعملكش حاجه بتعمل فيها كده ليه؟ قال لها ما هي بارده، انا في عز ما انا متعارك مدخلالي الاكل. المهم جه حضرتك عملنا الاكل، اكلنا، جت حوالي الساعه واحدة، هي قاعده مامته والولدين ورزان، وهو خلص لعب الرياضه اللي هو بيلعبه دوت، وفارد ظهره كده ايه جنب البنت، وانا واقفه على باب الاوضه. فطبعا يضحكوا في رزان ويلعبوها، ما بتضحكش، ما عملتليش غير حبيبتي كده لفت وشها ليا وبصيت لي كده، اللي كانت اول ما تشوفيها ترجع بضحكتها جميله 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 شكله. طب ما بتعيطش يا استاذه ريهام، والله العظيم ثلاثه ما كانت بتعيط، لو عيطت سنه تبقى هي مثلا جعانه، ولو اتكلمتيها ولعبتيها تضحك، لو زادت في العياط قوي تبقى سوري عايزه تغير البيبي بتاعها، بس مش اكتر. المهم قاعده بصيت لي كده اهوت، وراحت لف وشها، راحت بصت لي كده ابتسمت لي ابتسامه مش عمري في حياتي ما هنساها، في حياتي عمري ما هنساها. فبتقول له بالله عليك يا احمد مش حرام عليك اللي انت عامله فيها دوت وشها، الا قول لي يا احمد، ده امه اللي بتقول له، الا قول لي يا احمد لو رزان دي وانت ماشي حد خطفها منك هتعمل ايه؟ تتخيلي حضرتك اللي بده يقولها ايه؟ يلف لي وشه كده وانا واقفه وراه، هشكره. انا طبعا الكلمه موتتني، انت بتشكره؟ تشكره ازاي؟ طب افرض اللي هياخدها منك ده دلوقتي هيغتصبها قدامك، ولا هيقتلها قدامك، ولا يعمل فيها اي نصيبه قدامك، هتعمل ايه؟ طبعا لو اي اب عادي هيقول انا اقتله اخنقه، ما يقدرش يعمل كده، يرد يقول لي لا اقتلها قبل ما ياخدها. فالمهم جت حوالي الساعه 2 خلاص هننام، نام، دخلت انا نايم، رزين كانت بتنام في الاوضه بتاعه الرياضه على الكنبه، لاجل ان انا ارحمها منه من ان هي تعيط جنبه او اي حاجه. طبعا كنت الفتره دي انا سايبه له بقى السرير بهو واولاده مع نفسهم، وانا بنام في الارض. تمام، هو بتنام جنبه يعني؟ لا انا خلاص لا مناعها، هي تنام في الاوضه لوحدها، رزين اوضه لوحدها، ما تناميش جنبها ليه؟ لا ممنوع، اقدر لو دخل لقاها نايمه جنبي انا وهي دمنا يسيل. ليه كده؟ عايزني ليه واليوسف بس، كمان بودي لا، بودي كمان لا، ليه واليوسف بس، مش عايز أي بودي. ده ابنه برضه؟ لا بودي ابنه، فاهمني ازاي؟ بس لا هو يوسف. المهم جه المهم دخلت عشان نايمه واديها الببرونه بتاعتها. طبعا بقى حضرتك الموضوع كله في الـ في الـ في النومه بتاعتها، طبعا وحط عليها المخده الانتريه. هو انت دلوقتي هو نايم في اوضته صح؟ لا مش نايم، انا كنت لسه، كنا لسه هننام، فانا دخلت عشان انيمها، عيطت فقال لي سيبيها انا نايمها، كان قبلها بيوم منيمها نامت عادي، فسبتها له ينيمها، وانا خدت الولدين دخلتهم بينيمها عادي. ده مره واحده بس، ده هو من النوع اللي هو ايه بيرمي عشان يعمل اللي هو عايزه، زي بالظبط كده، هو زي ما قلت لحضرتك ليه اسلوب صهيوني كده، ليه اسلوب ناعم كده، يثبت لك ان هو مش هيعمل حاجه، نيته سليمه. المهم قبلها بيوم دخل نايمها عادي، برضه كان ضاربها قبلها بثلاث ايام، فقلت يمكن ربنا حنن قلبه عليها، ربنا يهدي. دخل ينيمها وقال لي سيبها لي ايه، انا هنيمها. قلت له ماشي، خدت الولدين ودخلت الحمام، عملت لهم بيبي قبل ما يناموا وشطفتهم ومش عارفه ايه، وطالعين في طلعتي من الحمام كان هو بيقفل باب الاوضه بتاعت رزان. ايه يا احمد نامت؟ قال لي نامت نامت. دخلت الاوضه قال لي بقى حط لنا الكيتو واقفلي باب الاوضه بتاعتنا دي ماشي، ولو الباب ده اتفتح اطلع كذا كذا، استغفر الله العظيم امك. قلت له ايه لزوم الكلام دوت؟ المهم يا احمد البت نامت؟ قال لي نامت،
يا احمد نمت يا احمد بالله عليك، ولا انت سايبها ولا الدنيا ايه؟ انا طبعا مش سامعه صوت. نمت خلاص هي رزان. هادية 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 هادية، مش عايزه اقول لحضرتك ازاي ببروره تنام مع نفسها. خلاص طب نمت نم نمنا. طبعا انا لمجرد ان هي صوتها ده يعيط في ثانيه تلاقيني قدامها رخرق من ضمن الحاجات اللي كان يكرهني بسببها. اه بنتك عيطت قومي بقى اجري. طب ما انا هعمل ايه لما بنتي تعيط؟ ما لازم اقوم اجري. المهم حضرتك جيت قمنا حوالي الساعه 9، فبقول له انا حلمانه يا احمد ان انت حنيتك عليا في الحلم غريبه عمري لا شفت ولا اشوف زيها. المهم قام دخل الحمام لبس هدومه ودخل الحمام. انا كل مره لما بخش الرزان بخش بعد ما هو ما بيمشي عشان ما اقول ان هو ما يشوفهاش يزيها ولا يعملها. اليوم ده انا ما اعرفش قلبي كده. المهم انا دخلت عشان اشوفها لقيت المخده عليها، مخده كبيره الصفرة بتاعت الانتري قد كده وتخن كده القطن القديم بتاعت مامته محطوطه عليها. ضغط ضغط من كتر الضغط البنت وقلبها على وشها رجعت الترجيع اللي هو قلبها على وشها. قلبها كده على وشها وحطها ما بين الشلطه اللي هي تخن كده اللي انا حطها لها سانده بيها الكنبه مفتوحه من هنا اهوت الايد بتاعتها. فانا حاطه لها شلطه خرق كبيره كده اهو مامته بتعملها صواريخ كده كبيره سدها، وعلى الطرف المخده بتاعت السرير الكبيره واخدها على طول الكنبه برضو حاجه مهوله كده تخن كده ومستحيل ان حضرتك تقدري تشيليها. طبعا الكنبه محطوطه في أرج مفتوح على الصالة، الأرج ده هو سادد بالدولاب بتاع مامته الأبلكار الكبير، ففي مكانين اللي هما بتوع الأرج وحاطط الشويلة بتاعت العدة بتاعته الكبيرة، والكنبة محطوطة، كنبة مفتوحة سنة مثبتها بمسامير، أصبح إن المنظر اللي هو على مقاس الكنبة وهي مقفولة، فأنا المنظر جايباه على الطرف خالص، في حتة خشبة بتاعت الكنبة فارغة عند ناحية الشويلة. فانا حاطه لها المخده الكبيره دي زي ما قلت لحضرتك على 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 هنا اهوت في بره يعني، والتخينه دي كده، وجنبها في الفراغ دوت حاطه لها الشلته بتاعتها الصغننه البيضه اللي بتسند عليها الببرونه بتاعتها. الشلته بقى الصفرة الكبيره دي الكبيره دي بايته بايته على الخشب ماشي، ومسنوده على الشويله بتاعت العده بتاعته. يعني لو اتطربقت السما على الارض من ربع المستحيلات ان هي توصل لها، لان هي كلها على بعضيها حته قد كده. يعني طولها طول المخده بتاعتها. انت ما دخلتيش لقيت المخده فوقيها؟ لا دخلت لقيت المخده فوقيها. انا بقول لك حضرتك انا حاطه حاجتها ومبيتها ازاي؟ يعني عشان هو يقول ان هي فرقت وقعت عليها المخده من ربع المستحيلات ان ده يحصل. المهم دخلت الصبح مخده كده طبعا جات لي حاجه على وشها. لا بنت مكفيه على وشها والمخده عليها فوقيها، يعني نايمه على وشها والمخده عليها من كتر الضغط اللي هو ضغط وخنقوا بيها البنت. رجعت الدم ده من ايه؟ ده الدم ده حضرتك قبلها بثلاث ايام بقول لك ضربها ثلاث بكاس نزلت دم من طبعا. بص اغير لها ترجع تاني، اغير لها ترجع تاني. ده كان فيه هدوم اكتر من كده فيها دم، بس انا طبعا ما عرفتش على المحل. الدم ده نزل ايه من مناخيرها يعني ولا ايه؟ من بقها. فتح لها لسه، فتح لها لسه حضرتك. طبعا ده غسل دي برضه كان فيها. المهم دخلت لقيت عليها المخده كده، ما حسيتش بنفسي غير ان انا بهبد عليه باب الحمام بقول له بالله عليك تتقي ربنا ان انت تنيم عيله زي دي بيبي والمخده على وشها. قال لي اجري روحي شوفيها، قلت له انا لسه هستناك انت تقول لي روحي شوفيها. المهم جيت اشيل المخده من عليها يا استاذه ريهام، ايديا خبطت في رجليها، ايديا خبطت في رجليها لقيتها متخشبه. انا طبعا بحمد ربنا ان الاوضه ضلمه، يعني الصبح الساعه 9 الاوضه متقفله ومفيش نور ضلمه. انا شايلاها وبجري بيها
بنت ماتت متخشبه في ايدي، بنت ماتت داخله له حمام بلحقني، بنت ما قتلتها، انت قتلتها، قتلت العزان، المهم خدها من ايدي رماها في الحمام معرفش فين، انا معرفش ازاي لبست. يعني ايه رماها في الحمام؟ رماها في الحمام بقى عشان يشوفني انا هصوت ولا اعمل ايه، انا معرفش ازاي لبست العبايه. خدها رماها كده؟ اه رماها في الحمام معرفش رماها فين، انا ما شفتش حاجه. ماشي، طبعا انا لبست العبايه ازاي معرفش، كنت بهبد وبعمل حاجات بصوت، خلاص بنتي ماتت ماتت ماتت. امه قامت راحت مرميه عليا في الطرقه، وهو اترمى عليا في الطرقه ويكتموا في نفسي، تمام، 3 ساعات ونص بيكتموا في نفسي عشان ما صوتش على بنتي. امه تقول له طب الحق اللي انت بنت ماتت، طب في لا في البنت، تقول له البنت فين؟ قال لها حطيتها في الحمام، حطيتها في الحمام، طب خدها طلعها من الحمام، راح طلعها من الحمام راح حاططها تاني على الكنبه، كل ده وامه مرميه عليا في الطرقه. يا ولاد طبعا سيبوني يا دلي للي للي، 3 ساعات ونص وهو بيكتم في نفسي، لولا ان ربنا زعق لي النبي من السماء ان قال له اتصل بامها، بيتصل بقى بماما. طبعا استوري عليا يا اما، هي بقى تقول لك قال لها ايه استوري، هو طبعا كل الداير ده هو قاعد هنا على بطني، ايديا الاتنين دي تحت رقابه، وايده دي مقطعاه الحته دي سنه. هو كان بيلعب رياضه؟ هو كان عنده عضلات وكده؟ اه طبعا. كان بياخد حاجه قبل التمرين؟ رشيم للعضلات والجسترينج والحاجات دي يخلطها وياخدها. يعني كان بياخد حاجه؟ بس حاجات للعضلات، يعني حاجات للرياضه. الحاجات دي بتعمل كده؟ مش براشيم لاي حاجه تانيه. لا، ما هي الحاجات يعني ما بياخدش اي نوع من مع الحاجات دي بتعمل عنف، اي نوع من انواع المخدرات؟ لا، دي اوحش من المخدرات. هو يجيب الشيسترينج دوت وحاجه تاني كده بني، يخلطها باللبن البودره، برشام كده لبني برضو للعضلات، حاجات كده، ابر ستيرويد، وابر ممنوعه، وحاجات بتاعه الكلاب والحيوانات ياخدها. الحاجات دي بتاعه كل ده موجود عنده، والتبقى اكسباير وياخدها اكسباير. هو كان ناويها. لا، هو مش ناويها، هو حاجه الحاجات اللي هو بياخدها دي بتعمل عنف زياده، لازم يطلع الغضب في حد. انا من يوم ما اتجوز بابا ايه، بس لما خنقها وكلموكي في التليفون قالوا لك ايه؟ كان ده الساعه 10، كنا نايمين على الفرح. لا، بعد 10 من 10 انا الساعه كام قالوا لك ايه؟ المهم راح اسال مامته، يا سؤال ايه يا بدريه في ايه؟ قالت يا بنت تعالي شوفي بنتك نايمه، والبنت كبت على وشها وماتت. قلت لها بنتي ونايمه، طب ما كل الاطفال بيكفوا بيقوموا بيلعبوا، لا ابنك موتها. قالت لي ليه؟ طلع عشان كان في اوضه نومنا هنا، وكان دخلنا على سهوه دي. واحكي انا كان يوميها داخله فبشوف رزان، قلت له يا احمد انت ليه بتعمل فيها كده؟ فقال لي روح. كان مسك المخده ونيمها على وشها وحطتها. فرحت رحت جري على تيتا ومعيطه، يا تيتا رزان بيموت رزان. فراح مناديني وقال لي انت ليه بتعملي كده؟ انا كنت بنيمها عادي. لا، رجعت له بعد ما قلت له ليه كده؟ عايز موت بيتي؟ عايز تودي لي الدايه؟ ليه كده؟ مش عايز. احنا كلنا بقى هو فين دلوقتي؟ متقبض عليه؟ طبعا محبوس. اتحكم عليه ولا لسه؟ نزل جنايات بس الجلسه لسه ما تحددش تقريبا. لسه طبعا ناويها. امال ايه؟ المهم حضرتك طبعا قعد 3 ساعات ونص يكتم بقى في نفسي. انت بقى بلغتي بوليس ساعتها ولا عملتي ايه؟ دي بقى لو ما كانتش جت اتصل بيها، كان زمانه طبعا انا ما كنتش هسكت، فكان زمانه قتلني وخدني واخد البنت في العربيه ورمانا في اي حته من غير اي اوراق، وبنتك هربت بنتها ما اعرفش هي فين. فانت حضرتك رحتي بقى، فايه اللي حصل؟ خالص ولا بنت الدكتور بيجيني هنا، انا عايز الدكتور ما بخرجش، تعبانه رجليا. فلو مؤاخذه رحت خير قالت لي كل البنتين دول، قلت لها هو كان هيقتلها عادي، ابني قتلها نهاركو اسم. فرحتي على طول لما كلمتني؟ رحتي الاسم؟ راح هو مكلمني. هو قال لي استوري عليا والنبي ياما، عشان خاطر ياما اقول لك اترصوا عليك ايه يا ابني؟ دي انت قتلت البنت. انا طبعا كل ده هو انت ظالمهم عوضها يا ماما، بيموتوني. لا لا، انت الغصب عني موتها. قلت له مخدر عنك حد؟ رحت جاري على جارتي هنا عبير، قلت له حيني عبير بصي، راح اكلم تاني هو، راح مكلم عبير. استر عليا والنبي قبل عبير، استر عليا قبل عبير. قلت له صحيح البنت ماتت يا احمد؟ الله، ايوه ماتت. رحت واخد التليفون قلت له رسول الله، ده جايبه لك اسكندريه كلها، قوه اسكندريه كلها، انا ناقصك.
ونزلت اتصلت لابني ومرات ابني وخدناهم وجرينا. وده بالك انت؟ بس كويس انت لما قلت له كده ما هربش. هرب هرب اه بس جابوه ساعتها. لا هو سلم نفسه عشان انا حاسس بالذنب ان بنتي ان انا قتلت بنتي. يعني هو اللي سلم نفسه؟ اه سلم نفسه بعد رزان ما رضتش قعدت في الثلاجه يومين ما دخلتش تربتها الا لما هو اتمسك. هرب ساعتها بيوسف طبعا بقى لما هو هرب لما عرف ان دي جايه. بفتح بقى البلكونه طبعا اخته جت واخوه كانوا اخوه بيت عند اخته. المهم جم ارديكي يا شيماء طبعا ميته انا ميته شعري ده قد كده وهو بثلاث ساعات ونص بيكتم في نفسي هدني غير ان انا سنه ونص معاه. عندك صوره ليه؟ لما حصل اللي حصل ده خلاص انا ماشيه. انا لو اوديكي لجارتي يا ما انا خلاص كنت ماشيه يا استاذه ريهام. ما حدش نجدني. جارتي دخلت ما طلعتش تاني اللي كانت المفروض تنططني من عندها. ما حدش ده انا بصرخ بقول لحقوني اغلي بنتي. ما حدش خبط على باب الشقه ولا قال لي انت فين. فتحت الشباك وبصور بنتي كان هو ماسكني من شعري وامه بتقفل الشباك. واحد نزل على السلم ما خبطش قال لي انتوا فين. لا قصدي اقول انك قعدتي تقولي انا بخاف انه يقتلها بخاف اسيبه معاها ما بيدخلنيش عليها فرح جت عند مامتها. يعني سبتي بنتك خدتي فرح قعدتي معاه ليه؟ ما بين ده وده طلقتي من اربع خمس رجاله قبل كده اشمعنى ده اللي قعدتي معاه؟ ما خايفه كان مربيني الرجاله. كان بتحبه اكيد. لا حب ايه مش بتقوليش حب يا استاذه ريهام. والله بس انا لو حد اصل انا لو حد ابني لو حد عمل في بنتي كده بعد ثلاث دقايق هكون قتلاه. يعني لو انا حد جاب ابني كده وضربه ثلاث تبكاس ونزل ده استاذه ريهام ما انا برضه اوريكي جسمي عمل في ايه. ما انا كنت ولا هخاف ولا هخاف ده ضنايا ولا هخاف. مش قادره عليه مش قادره عليه. لا مش مصدقه ان انت قعدتي بقى وهو بيحصل كل ده. مش مصدقه ان انا واحد يقول لي ما تدخليش على بنتك او تنامي جنبها اموته بالظبط. انا بقول لك انت اكيد كنت حباه ملهاش اي تفسير اخر. اه طبعا لان انت اتطلقتي من اللي قبليهم على حاجات عبيطه. منع نفسي عنه لدرجه ان هو ملهاش علاقه ملهاش علاقه بس الضنا يعني عليكي طبعا هو قاتل ولازم يتعدم وكل حاجه بس في مسؤوليه عليكي ان كان اول ما شفت انا كمان ميته او بقول لحضرتك لا اول ما شفت ان في موقف عداء. يعني هي فرح جت قالت كان حاطط المخده صح قالت لستها وستها ما قالتليش يعني لا صرختي كريت عليه يعني عارفه عارفه بس ساعتها اخد بنتي. يعني دلوقتي بنتي تيجي تقول اختي بيموتها يعني انا حد يجي انا بنتي تيجي تقول لي اصل جوزك بيموت ابنك فانا اروح واخده ساعتها اكدبهم ولا انا بنيمها. انت عارفه ان هو عنده موقف عدائي تجاهها ما وصلتش ما يعني ما تخيلتش. قال لك بكره عياطها ما تخيلتش بقى يعني مستحيل ما تخيلتش يعني انت بعد الثلاث تبكيس دول نمتي في البيت ولا ما بتيش في البيت؟ نمت في البيت بس محبوسه. انا كنت محبوسه يا استاذه ريهام محبوسه باب وشباك. تعالي انا بقول مش قلتي لي انت لا محبوسه دي بعد ما اتخانق مع امه. انت قلتي لي لا امه دخلت عندنا قلت لها بصي البنت حصل لها ايه. بصي انا ما بعتبكيش في حاجه انا بس بدي نصيحه للناس ان السكوت على الغلط بيجيب غلط. يا استاذه ريهام انا ما سكتش انا ما كنتش قادره اتكلم هو على طول قافل عليا. لا بس صلى على النبي النجاه خدها وقعدت في الشقه هنا على طول ما بتعملش حاجه خمس ما بتعملش حطيت واحد لقيتها لما دي كانت مع مامتها تقول لي لقيتها بيشك علينا وبيجيب التلفزيون عشان انا تلفزيون 20 بوصه الوان ويشك علينا وهي ولع التلفزيون قران وما يخليش اتفرج على الكرتون وبيشك علينا بالمفتاح. قلت له لا يا احمد كده غلط ايه اللي جرى للبت حاجه في شقتها. لا اصلا تجري ورا امها حاجه في المطبخ قلت له يا حره دي شقتها بيحبسها هتحبسها دي انا هعطيك الشقه عشان دي انا اعطيك الشقه. يعني هي مامتك خدت فرح خوفا عليها من جوزك. خدتها من ساعه ما قال لي كده. انت استمرتي معاه برضه؟ خدتها. وافقتي ازاي؟ وافقتي ليه ما انها تاخدها؟ ضربها. بصي يا حبيبتي ماما اصلا اسمعي بس ما امك حقانيه. تجري ورا مامتها في المطبخ صرف في المطبخ كده تجري ورا في الشقه. انا عاوز لقى فيها شغف فيها راح جاي قايل لي قلت له لا يا حبيبي محدش شغف فيها ولا حتى كانت مامتها.
انا مربيها وهو ده. بصي بصي احنا انا بس بقول كده ليه؟ عشان في ست عشان في ستات كتير قوي 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 بتسكت على غلط تبقى عايزه تعيش. انت ممكن تكوني اتجوزتي كتير فمش عايزه تطلقي تاني. ايوه يا استاذه ريان فقعدتي غلط غلط يا ستي. وايه يعني؟ طب ما انا اتجوزت 5 مرات، لكن لو حد جه دلوقتي بس لابني مش عارفه ايه هديله يعني ما هديله بالجزم. انا اتطلقت من قبل كده، مفيش حاجه اسمها كده. فرح ما قعدتش معاه 40 يوم واتطلقت بسبب فرح. غلبانه دي غلبانه. ما انا وهي كنا في العذاب يا استاذه ريهام. قعدتي ليه؟ قعدتي ليه يا استاذه ريهام؟ حلق لها شعرها عندها شهر، يبقى انت اللي محقوقه. لا جاب لي ان هي دي سنه على الرسول وان هو ده المفروض. طب وانت هبله يعني؟ اتحلق لهم. انت هبله ايه اتحلق لهم؟ طب عايزه اقول لحضرتك على هو بيصلي والله يا بنتي ما بيصلي ولا بيصوم. سنه طب واحد ولا بيصلي ولا بيصوم اهو زي ما مامتك بتقول. اقول لحضرتك على حاجه؟ سنه تاني يا رب. ما هي بقى ايه يا رب؟ ربنا ولا بالاشاره بدأ هنا نجمه اسرائيليه. قلت لها صايع بلاش، حرام عليك تحططين انا وعائلة زي دي عليك، قد هيوجعني عليك، ده انسان قاتل ووحش زي اهله. الواحد برضه ما بيسمعش كلام امه، وهي دي من الحاجات الغلط برضه. اي جواز كلنا والله مش انت على حاجه يعني شككني في امر ان هو المفروض ان انا ما اشكش فيه. هو بيصلي، صلى ركعه، صلى فرض بمعنى اصح، لكن انت تجبر غيرك ان هو يصلي؟ واحدة لسه والدة في النفاس، مفروض ان انا اصلي؟ المفروض اصلي؟ ما ينفعش لا الحائض ولا النفاس لهم صلاة. قومني اجباري بالضرب وانا فاتحة قيصري، وقفني على سجادة الصلاة، قلت له الوز ده تحت شمالي. هو بيصلي ولا مش بيصلي؟ ده هي مرة كده مرة. ايوه عشان انا زي ما بقول لك الحاجات اللي بياخدها بتاعت التمرين دي بتجنن. اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا اعرف الناس لما تقرا قران او تصلي نفسيتها تهدى. ده بني ادم لو صلى او قرا قران يبقى عايز الدنيا كلها زيه عشان ما تطلقي التاني. زي الستات كلها. زي قاسي على الست، لكن بصراحة هي اللي غلطانة. أي واحدة فيكم هتقعد تقبل الإهانة أو تقبل الضرب لابنها أو لبنتها أو تصرفات مش آدمية أو مش طبيعية، أنت اللي غلطانة. ما ترجعيش تعيطي، ما تقوليش أصل وأصل واتجوزت كتير، لا اتطلقت كتير، لا أصل مش هعرف أصرف، لا أصل مش هعرف أعيش، كلها حاجة فارغة عشان بتبقي حابة الراجل اللي قدامك أو متخيله ان مفيش عيشه بعد دي. طز في الحب، وطز في المشاعر، وطز في اي حاجه انت متعلقه بيها. يعني حاله هنا راجل متجوز 2 بينامهم على نفس السرير، بيأذي البنت، بيأذي الولد، بيأذيها هي شخصيا، وقاعده وتقول لك اصلي خايفه لا يسجن اخويا، اصلي خايفه لا فجأة يعني تقمصت روح انها متجوزة يعني حد ذو سلطة. يعني ما تغلطوش الغلط ده وتقعدوا عشان تستخبوا ورا ستارة السترة وما تطلقش وكلام الناس، وعيشي بكرامتك وعزة نفسك وحافظي على عيالك اللي هم أهم حاجة في الدنيا.
عشان بس واحنا بنتكلم عن الموضوع ما يتخدش عادي. يعني كل امه بتتفرج عليا دلوقتي، تخيلي ان بنتك محطوطه هنا عشان انتي غلطانه، عشان انتي اختيارك غلط، عشان انتي سكتي على حد اذى ابنك او بنتك، حتى لو الحد ده الاب. انتي اللي اتنازلتي عن عزه نفسك وكرامتك، انتي اللي قبلتي الشتيمه والضرب والاهانه. الام قالت ان البنت رجليها اتكسرت وتحط لها مش عارفة سيراميك ولا مش عارفة ايه ولا ايه، وان ابوها اللي كسر لها رجلها. قالت ان ابوها ضربها 3 تبكاس وشوفنا دمها سايح. قالت ان كانت كل ما يعيط يقول هدخل اقتلها. بنتها راحت قالت لها انها شافته وهو بيحاول يقتلها وسكتت، وسكتت وعيشت وكملت واشتركت في انها تبقى موجودة هنا. انا اسفة جدا ان انا اقول كده، اشتركت في انها تكون موجودة هنا. مش مهم تتجوزي كم مرة، مش مهم يتحسب عليكي كم طلقة، مش مهم الناس يقولوا ايه يتفلقوا، المهم انك تعيشي عندك كرامة وتحافظي على ولادك اللي المفروض جبتيهم مسؤولية، مسؤولية تشيليها قدام ربنا وقدام نفسك. انا الحقيقه مش قادره اصدق ان طفله عندها 7 شهور بقول مين الحاج ابراهيم، قالي ده ابن خالها ومفروض انها دفنت روزان معاه. يعني تخيلوا ان ام واقفه هنا وعارفه ان البيبي بتاعها الصغير جوه هنا لوحده، جوه هنا عشان هي خافت من كلام الناس، جوه هنا عشان هي اختارت اختيار سيء، جوه هنا عشان هي سكتت انها اتضربت واتكسرت. كانت بيقول لها ما تدخليش عليها الأوضة وهي نايمة، وتعالي اقعدي هنا جنب ابن يوسف. كانت بتسيب رضيعة تنام لوحدها عندها 7 شهور في أوضة وتقفل عليها الباب عشان خايفة من جوزها. بنعمل ساعات حاجات في الحياة تخلينا نخسر كتير قوي، ولما بنندم بيبقى الوقت خلاص راح. قبل بقى ما الوقت يروح منك ركزي كويس قوي، انت واخدة حقك ولا لأ، عايشة محترمة ولا لأ، ومحافظة على ولادك ولا لأ. الرجالة ما هم إلا حاجة بتكمل حياتك، بتيجي وممكن تمشي، ولما يمشي هيجي غيره. أنا ما بقولكيش ما تعمليش قيمة لجوزك، لكن لو جوزك مش راجل ما ينفعش تفضلي معاه، لو جوزك مش راجل ما ينفعش تفضلي معاه. حاجة مش تقطع القلب عادي انك تتخيل لوهلة ان في رضيع هنا عنده 7 شهور ابوها اللي حط مخدة عليها عشان يموتها ويخنقها، ولا مخدرات ولا اي حاجة، نوع اخر من السموم بيتاخد زي الستيرويدز والامينو اسيد والبري ورك اوتس اللي هي الحاجات اللي بتتاخد قبل التمرين اللي تخليك تبقى يعني بتهري وتنكت عشان تكسر اي حاجة. كل الحاجات دي الحمد لله بتحولك لحيوان. عايز تمشي بعضلات وجسمك مشدود وانت عيني مش راجل، لانك بتمشي تقل ادبك على كل الناس. 3/4 الناس اللي بتلاقيهم في الجيم بعضلات وضربين جي اتش وواخدين ستيرويدز و اللي هو الهرمون النمو الجروث هرمون، هادي اخرته، بس ده كان مزود الدوز شويه. بس عشان برضو ما ظلمش، اللي يعمل حاجة زي كده لازم ولا حتى يموت الحيوانية بصلة. ما ينفعش يموت الحيوانية بصلة، الحيوان ما يعملش كده، الحيوان بيحافظ على ولاده. أنا آسفة جدا يعني،
وحزينة جدا ان انا ممكن اقدم حادثة زي دي ما فيهاش داخل فيها ولا واحد مسجل ولا مخدرات ولا اي حاجة. اختيار سيء للزوجة وضعف وتنازل عن الكرامة وعن الحق. الله يرحمك يا روزان. مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. كنت في حيرة الحقيقة في التقرير ده، إذا كنت أنا متحاملة على الأم، لكن أنا والله ما متحاملة عليكي، أنا قلبي معاكي وكل ما تخيل إن ده يحصل لأي حد أزعل قوي عشانك، والبقاء لله وربنا إن شاء الله بإذن الله يعوضك خير، ولكن أنا لازم أبقى متحاملة عليكي عشان في زيك كتير، بس في زيك كتير لسه ولادهم على قيد الحياة، في زيك كتير ساكتين على الغلط وجي الوقت اللي لازم يقولوا فيه لا. عايز اقول لكم ان انا اكتشفت ان انا وناس كتير قوي حواليا، ناس كتير قوي تعلق تقول لك هي ليه بتدخل نفسها في الموضوع، عشان اقول لكم ان والله العظيم اللي احنا بنقدمه ده ولا بيبعد عني ولا عن اي حد هنا، ولا احنا كلنا زي بعض، يعني اللي بيمسكوا بيمسني اكيد. والنهارده لما اسمع تليفوناتكم النهارده ونتناقش في ايه اللي بيخليكي تقعدي مع جوزك غصب عنك، والحاجات اللي بتخليكي مسكاكي من رقبتك زي كلام الناس، زي يعني هقول لكم حاجه، احنا واحنا جوه دلوقتي بنتفرج على التقرير وبعمل شعري ومش عارفه ايه، فبيقول لي هي اتجوزت 3-4 مرات. هيثم ذهب الكوافير، هيثم من اكتر الشخصيات اللي صاحبي في الحياه يعني، فلقيته بيقول ايه يبقى اكيد هي اللي غلطانه، ما هي اتجوزت 3-4 مرات. قلت له على فكره انا اتجوزت 4 مرات. طبعا وشه جاب الوان، انا سايباه لسه في الوان لغايه دلوقتي. بس ساعات الواحد بيغلط في الناس من غير ما يعرفه ومن غير ما يعرف ظروفه. يعني هيثم مثلا ما ينفعش يقول عليا الكلمه دي من ورايا، لان هو عارف ظروفي او انا مريت بايه وعارف انه مش غلط فيا ولا في اي حاجه. لكن لو حد بعيد عنك تحكم عليه على طول وتقول ما هو متجوز 3-4 مرات. ليه بقت الست اللي بتتجوز كذا مره هي اللي غلطانه؟ ليه مش حظها؟ ليه مش نصيب؟ ليه مش اختياراتها الغلط؟ ليه بنسيب الست تصاحب او تتجوز عرفي في السر وما بنعاتبهاش؟ لكن لو اتجوزت على سنة الله ورسوله كذا مرة لا، يبقى غلط، يبقى لازم تتعاتب. متجوزة كذا مرة عيب، عملت حاجة حلال. الموضوع ده جد، والراجل ده لازم يتعدم. الراجل اللي جاب مخدة وحطها على بنته لغاية ما ماتت لازم يتعدم. مين المحامي اللي هيدافع عنه؟ هتقولي اجزمت يعني ان هو خلاص اللي قتلها؟ امال ماتت ازاي؟ والمعامله اللي كانت قبل كده دي كانت ليه؟ وفرح الصغيره اللي قالت انها شافته قبل كده وهو بيحط المخده وكان بيحاول يموتها،
انا بستغرب جدا 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 الرجاله بتاعت فورمه الساحل دي، يعني بضحك لما اروح مثلا على اي بلاج وابقى معديه مثلا من قدام جيم او كده والاقي ناس منفوخه وعضلات ومقسم وماشي فرحان قوي بالتيشيرت بتاع، اضحك. انت منفوخ على الفاضي، وعارف لما الحقنتين هيروح مفعولهم هتفسي زي البالونه. تاني، لما الحقنتين يروحوا مفعولهم هتفسي زي البالونه، فلازم تفضل تاخد في حقن. ويجي المدرب يقول لك ايه، كورس 3 شهور ننظف جسمنا، 3 شهور نرجع تاني، 3 شهور مفيش اي حاجه. اولا بيتحولوا لضعاف في الجنس بطريقه مرعبه، ده ادخلوا وبصوا على الانترنت على الابحاث كلها. ثانيا زي ما بقول لك بتبقى قوه مزيفه، الجي اتش جروث هرمون، هرمون النمو، والامينو اسيدز والستيرويدز وانتوا عارفين والتستوستيرون هتقولي دي كلها ايه، يعني ايه هرمون ذكوره وايه هرمون نمو، ايه المشكله؟ المشكله انك بتعمل خلل في جسمك، وبتاخد بري ورك اوت، الحاجات اللي هي قبل التمرين اللي بتعصبك جدا بتخليك عندك طاقه كبيره قوي عشان عشان تتمرن كويس، فتروح تتمرن في مراتك وفي عيالك. طب ما تبقى منفوخ برجولتك ونخوتك وكرمك ومودتك ورحمتك، ما تبقى منفوخ بان انت تكفي بيتك والناس كلها تبقى عايشه تحت جناحك. ايه العضلات يعني هتعمل بيها ايه؟ جسمك حلو ماشي، بس ما تروحش تبلبع عشان تتنفخ وتمشي بس فاردهم علينا وانت مش راجل، مش راجل انك عايز تعوض الرجولة دي في ان يبقى شكلك راجل. وعمر الشياكة ولا الجمال ولا الحلاوة بتاعت الراجل كانت في عضلاته. اتفرج على المودلز الرجالة ولا الناس اللي بيختاروهم أمثلة للشكل الجميل، أو ما يتقالش بقى شكل جميل، يتقال شكل إيه، وسيم للراجل، ما بيبقاش منفوخ كده. ما علينا، هيتحكم عليه بإيه؟ أولا أم البنت اللي هي الجدة، أنا بحبك قوي وحبيتك قوي وبحييكي جدا، لأن يعني انتي مثال فعلا لحد تعب مع بنته ونصح كتير بس النصيحة ما تسمعتش. وانا مش بعتب على بنتك انها ما سمعتش النصيحة، لان احنا ساعات انتوا بتقولوا لنا النصيحة بطريقة مش بتوصل لنا صح. بس بيني وبينكو اتجوز واحد متجوز وانام مع درتي على سرير واحد ليه؟ ليه؟ ليه الجواز اصلا لو هيبقى كده؟ سكتت مره واتنين وتلاته واربعه، ارمي بنتك في الاوضه ما تدخليش عليها، يضربها بالبكاس، يعني بعد ما ضربها بالبكاس وفضلت قاعده هي اشتركت في هذه الجريمه، ما تزعليش مني. والجبروت ان جوزها بيكلمها من الحجز يتحايل عليها انها تتنازل، هي بعتلنا الفيديو ده، تعالوا نشوف مع بعض. عليا اخويا مين اللي بينزل من الساعه 7 الصبح ولا 8 الصبح لحد الساعه 10 11 بالليل، وانا كنت اقدر ارد على زين قدام اخوك؟ اتكلم كلام كويس. لا طبعا، ما لابسه جلابيه، لابسه جلابيه امك، لابسه جلابيه امك، لابسه جلابيه امك، انت بتبرر غلطك. انا ورا البيت تقول لي انا عايز اشرب سجاير، وامي كانت بتشتري سجاير وانت في 21 كانت هي اللي بتشربها يا بابا مش انا، انت عارف امك، امك تحلف على المصحف كذب، امك تحلف على المصحف كذب، ولو حتى شربت سجاير حلال فيك اي حاجه. بتفكريني بنت عمك؟ بنت عمك؟ بنت عمك كانت عامه دبب.
بنت عمك مين؟ ما تتكلمش معايا كده، ما تتكلمش معايا كده. انت مش انسان، انت شيطان. انت فكر واسلوب وكلام وكل حاجه فيك شيطان. انت كان معاك نعمه، نعمه وما قدرتهاش يا احمد. متشكرين متشكرين. طب قول لي ايه الحلو اللي انا شفته منك؟ ايه الحلو اللي انا شفته منك؟ ايه الحلو اللي انا شفته منك؟ كل حاجة بيني وبينك ده، حتى اللي ما بيني وما بينك اللي هو شرع ربنا كان ما فيهوش اي حاجة حلوة من كتر عذابك لرزان، وانت عارف كده، وانت عارف كده، وانت عارف كويس ان انا كنت ببقى منك اخر فترة، وانت عارف كويس ان انت اغتصبتني اول يوم العيد الكبير. انت ايه؟ يعني ايه اللي انا بقوله؟ انت مفيش منك فايدة، حتى انت وانت في دقتك دي برضو مفيش منك فايدة، وهو انت هتفضل هو. تعرف يا احمد لو كلمتني واعترفت بغلطك وقلت لي عندك حق، كلامك صح. اذيتني وبنتك، وبنتك اه بنتك. ما انت صح مش معترف بيها. ان ايه؟ معترف بيها ازاي يعني؟ ازاي مش معترف بيها؟ لا انت مش معترف ان انت ليك حريم في حياتك اصلا، انت واكل حريمك. تعرف انا بتعذب قد ايه؟ لما اشوف شريطه بتعذب قد ايه؟ وكان ايه شكل عذابك وانت حطيت عليها المخده وتكتم نفسها لحد ما ترجع وتجيب اللي في معدتها؟ يا كذاب الطب الشرعي اثبت ده. اولا لما يقول لها انا عايش في عذاب اكتر منك، ده اعتراف منه، ده اعتراف. ثانيا هي راحت عملت محضر، طبعا ان هو بيكلمها من الحجز، مش مفروض طبعا يبقى معاه تليفون جوه الحجز ويتكلم منه، لان هو لو اثر عليها انها تتنازل هتبقى كارثه. فانا بطلب يعني من رجال الداخليه ان لو سمحتوا لو فعلا بيحصل تسريبات لتليفونات او كده داخل الحجز، ده بيأثر على الاطراف الثانيه بتهديدات بمساومات بحاجات كده، وده ما يصحش. وهي راحت عملت محضر بده ان هو بيكلمها من داخل الحجز. النهارده انا عايزه بالحلقه دي ادي جرعه حقنه قوه للستات اللي مش مبسوطه واللي مش مرتاحه واللي مأذيه انها تنسحب. طلع يعني تشجعي على الطلاق؟ لا، طلع شجع على الكرامه والحفاظ على عزه النفس والحمايه للاطفال، وعلى اعتقاد لازم يتغير عندنا ان الدنيا ما بتقفش على حد ولا على حاجه. الدنيا ما بتقفش على حد ولا على حاجه. بنتخيل انها نهايه العالم، وبنتخيل ان كده احنا خلاص حياتنا انتهت. هتقولي يعني الخراب كويس؟ طب الخراب احسن، او الانفصال بشكل ودي ونفضل صحاب ونربي الولاد مع بعض، ولا اللي احنا شفناه ده، اللي احنا شفنا زيه كتير في الحلقات اللي فاتت. هستنى تليفوناتكم وارائكم، تقولوا لي ليه بتقعدي غصب عنك، ليه الانسحاب صعب. لازم نتخلص من عقدة كلام الناس، لازم نتخلص من عقدة كلام الناس. ولا ليها اي لازمة ولا ليها اي معنى، ملوش معنى. فلان اتكلم عليا فايه؟ نقصت؟ زدت؟ عادي. زي بالظبط في حلقة سعد الصغير كده لما حكيت له عن خلافي مع محمد رمضان، فناس تخيلت قالت لك ايه، انت بتضربي في محمد رمضان؟ هضرب في محمد رمضان بعديها بسنه؟ وانا كلامي ولا هيزود ولا هينقص. انا كنت بفضفض، احنا دايما بنعمل اللقاءات مع الناس، حتى وانا بكلمكم دلوقتي معيش ورقه، يعني انا بختار
احنا هنذيع ايه من لسته كده محطوطه قبليها؟ مفيش بدقيقه، وكل كرو وكل قناه عارفه كده. عمري ما ببقى محضره هقول ايه. فلما حكيت حكايه محمد رمضان كنت بحكي له ان ولا اللي انا بقوله ده هيزود محمد رمضان ولا هينقصه ولا هيفرق، خلاص هيفضل نجم وهيفضل كل الناس اللي بتحبه تفضل تحبه، ولكن انا مش هحبه، مش هحبه. ولو شفته في يوم من الايام هشوفه على انه هوا ماشي قدام. زي ما بقول لكم الكلام ولا بينقص ولا بيكتر. ناس كتير قوي ما بتحبنيش، ما ضرنيش. ما تخليش حد يأثر على حياتك، ما تخليش حد يدمر حياتك. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا هقنعكم النهارده. احنا الحمد لله دلوقتي مثلا 99% منا اصحاء، يعني ما عندناش حاجه، شوية تحللي يبقى عندك شوية أملاح، عندك مش عارفة إيه بتاع، لكن تلات أرباعنا الحمد لله بنتمتع بصحة كويسة. الحكاية دي حلت لي مشاكل كتير أوي. تخيلي إن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حد جه قال لك النهاردة إيه؟ جالك كانسر، جالك سرطان. وقدامك شهرين بالظبط وتموتي. عارفين أول حاجة هتحصل إيه؟ عشان دايما بحط نفسي في الموقف ده، انا عارفه اني كئيبه بس بجد بتحسن حاجات كتير قوي في حياتي. تقول يا خساره، يا خساره الوقت اللي ضاع مني قبل كده، يا خساره الوقت اللي كان ممكن العب فيه رياضه وما نزلتش، يا خساره الوقت اللي انا قعدت اعيط فيه واقفل على نفسي الباب واطفي النور، كان ممكن اعمل فيه حاجه حلوه، كان ممكن انزل اتفرج على منظر حلو، كان ممكن اتنفس، كان ممكن اقعد مع مامتي، كان ممكن اقعد مع ولادي. انا ضيعت وقت كتير قوي في حاجات وحشه. طب ما فيش وقت دايما اعمل كده. ما بنحسش ان احنا بنعيش مره واحده، او الحياه دي قليله قوي غير لما تتقال لنا في وشنا، ده قليل قوي. بس عايزه اقول لكم من غير ما يبقى عندنا سرطان، من غير ما يبقى فاضل شهرين، هو قليل قوي. لما تفتكري كده وانت طفله او انت في اعداديه او انت في ثانويه عامه وتفتكري زي بيقول لك ايه ده، زي ما يكون امبارح. ايوه زي ما يكون امبارح، لان الدنيا بتجري، الدنيا بتجري وبنكبر. انا عايزه اقول لكم ان انا لما بشوف ناس مثلا كانت معايا في المدرسه او في الجامعه شكلها اتغير وعجزوا، اقول يا خرابي هو انا كبرت كده؟ ايه ده؟ الدنيا بتجري وكل حاجة حواليك بتجري، وانت والله العظيم اللي ماسك المؤشر. ممكن يكون في ناس كتير قوي مش راضية عن تصرفاتك او مش راضية عن قراراتك. يعني انا مثلا اهلي ما كانوش راضيين عن ان يتجوز ان يطلق. انا مش ندمان على ولا قرار اخدته في حياتي، لان كان كل فترة وليها متطلباتها دي بالظروف دي بالشخص ده، والفترة بتاعت الانسحاب كانت لازم عشان حصل واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الاخر انا بحس ان دايما اللي بيبقى قريب من ربنا بيبقى مشاركه تصرفاته، يعني بيقول له يا رب اعمل، فربنا بيقول له اعمل، وهو بيرتبها من عنده كده. هتمشي في الحتة الفلانية وبعدين هتقعي في الحتة الفلانية وبعدين هتطلعي من الحفرة دي، هتعدي الجبل ده كده. وكل حاجة بتحصل لسبب. والله اقعدوا فكروا في كل حاجة وحشة أو حلوة حصلت، هتلاقوها حصلت عشان سبب. مين ناخد من مروة؟ أي مروة، ازيك يا أستاذة ريهام؟ أخبارك إيه يا مروة؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. بقول لحضرتك على فكرة المشكلة دي مش موجودة في شخص او اتنين، ده بقت اكترية الشباب اليومين دول بنفس النظام وبنفس الموضوع. انا حتى عندنا وما بقتش اتمسهم حتى اسم الادمية. انا عندي جوز اختي واخد ابنه وبيشرب، هو اصلا سبب الانفصال من اختي، بيشرب وبيجيب حريم في البيت واخر قذارة. ياخد الولا يقول لها هو ده عشته معايا، العيل ده يخصني انا، انا انت مالكيش دعوه، يقول لها انا هربيه احسن تربيه ومش عارف ايه. الولا يجي يحكي لنا اقذر كلام واوحش كلام، ما تتخيليش. وهي سايباه معاها ليه؟
وهي سايبه جيتي الولد تهجم معايا. علينا هنا وابني يقعد يزعق قدام الباب، وخطفه وجري اخر مره هي وقال مش مش متطلقه هتشوف. منه يعني؟ اه في انفصال طب امال ايه؟ بابني، وهو الولد عنده 4 سنين اطلب مش له، كبير. اطلب له البوليس 1 2 طلبنا2 له مركز طلخه ورحنا عملنا بلاغ بالخطف. آه يقولوا لك هنسيب جرائم القتل والكلام ده كله وهنجري ورا عيل وابوه. لا ما يصحش. انا بشكرك يا مرام. لا تعليق. جيهان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا قمر؟ الحمد عامله لله ايه؟ يا حبيبتي الحمد لله. اولا انا طبعا انا بعزي الام في بنتها، طبعا طبعا مأساة كل المقاييس. يعني هو انا حضرتك من اسكندريه، عارفه المكان اللي حصلت فيه الجريمه دي. انا اصلا عارفاها من التلفزيون الجريمه دي، لكن انا عارفه المكان اللي هي العمرية وال21. هو مجتمع مع نفسه، يعني هو يعني عارفه انت مجتمع لوحده، هو مجتمع جوه المجتمع المكان ده اساسا. ف اول حاجه كنت عايزه اقول لحضرتك ان احيانا بتبقى خلينا نحسب بنظره المجتمع، ونظره المجتمع مهمه، بس زي ما انت قلتي الضعف بيجي من جوانا احنا. لو ما لناش مزاج للحاجه صدقيني ولا هيهمنا نظره المجتمع ولا هيهمنا حد خالص. يعني اللي عايز حاجه بيعملها، اللي عايز يقعد بيقعد، واللي عايز يسيب بيسيب، ساعتها ما بيبقاش على حاجه. بنركب الحاجة حسب ما احنا عايزينها، يعني بنحللها بالظبط. هو بيبقى ونحرمها. في نقطة ضعف جوانا وبنتحجج بالمجتمع صدقيني، بحيث ان اللي عايزة تعمل حاجة، الست عموما عموما لو عايزة تعمل حاجة بتعملها. انت قصدك ان كل واحدة بتبقى قاعدة مش بتبقى خايفة، بتبقى فعلا عايزة تقعد. بيبقى في حاجة جواها، ضعف جواها، ممكن تكون مادية، ضعف مادي، ضعف معنوي، في خايفة، حاجة خايفة في تبقى حاجة لوحدها. بالظبط، يعني في حاجه. بس احنا بنتحكك ده بنظره المجتمع، لان اكيد انت مأيداني ان البني ادم لو عايز يعمل حاجه مش هيهمه، مش هيهمه، مش بيعمل كل، اي مش حاجه كل ادام عارف. الشخصيات ولا كل الناس كده، يعني في ناس كتير قوي بتمشي بتبوظ حياتها عشان ماشيه حسب مزاج الناس مش مزاجها. بصي، هو يقول لك كل اللي يعجبك والبس ما يعجب الناس. هو مثل بغض النظر صح غلط، احنا لازم نعيش على حسب المجتمع اللي احنا فيه ونعمل له حساب، لان احنا في مجتمع شرقي، يعني رضينا ما رضيناش ليه ثوابت وليه قواعد لازم نحترمها. انت بقى عايزه تغيري، غيري المجتمع الاول، لان لا عارفه لو تقاليد ايه اللي بالسوق تقول تقاليد؟ انا ليا الشرع والدين، مش التقاليد. تقاليد ايه؟ الشرع والدين يا مدام ريهام عمره ما يرضى باللي احنا شايفينه ده تقاليد ايه اللي خالص. تقول ان انا اقعد مع واحد مدمن مخدرات؟ او تقاليد ايه اللي تقول ان واحد يدي بكاس لبنتي فاقعد؟ تقاليد ايه؟ علشان اتربينا، عشان اتربينا ان على كلام غلط. الناس، ان انت ست، ان انت غلط بنت، عشان خاطر العيال، عشان غلط. خاطر دي مش تقاليد، الام تعشش والاب دي يطفي، مش الكلام اللي تقاليد، احنا دي افكار اكلناه مثبته ده غلط غلط، ودت الناس كتير في داهيه. طبعا غلط، زي طبعا غلط. بالظبط ما وانا زي ما مالي زي ما بالظبط يقول لك دمتش صوت سترة الصوت. البنات في جوازهم، فبيروحوا يجوزوا عيالهم وهم عندهم 14 سنة، ما ويقول دي لك اصل مأساة احنا تانية، تقاليدنا كده. دي مأساة تانية. وبصي حضرتك، يعني انا برضو في حاجة عايزة برضو طلب شخصي منك، يعني بالنسبة لنا كلنا كأولياء امور. دلوقتي انت اتكلمتي عن الحاجات اللي بياخدوها في الجيم وقد ايه خطرة وقد ايه مش كويسة. طبعا انا عندي ابن جامعي دلوقتي 19 سنة، وعندي بنتي برضو 18 سنة بيحب يروحوا الجيم. ابني مثلا عايز برضو يعمل عضل وحاجات زي كده، انا كأم ما بقول له ما تاخدش حاجة، هو ما بياخدش حاجة، بس ان حد ياخد حاجة او كده عايزة اعرف مثلا ازاي الحاجات دي مفيدة، الحاجات دي ايه اللي مسموح بيه، ايه اللي مش مسموح بيه. رجاء اعمل لنا حلقة ادام الحاجات دي ما تقلش خطورة عن المخدرات، زي ما انت بتقولي ما هو تقلش خطورة عن اصلا حبيبتي المخدرات. هو معروف ان هو لو اتمرن كويس واكل كويس واخد بروتين مثلا مكمل، هو ده اللي مسموح بيه. بس لكن اي لكن حاجة تانية الحبوب فيها والحاجات هرمونات غلط. وبعدين هقول لك برضو حاجة تانية، لما انت تكلمين اتفضلي. ان هو لما يبني عضل على اساس قوة او على اساس ان هو فعلا اتمرن، هيبقى احسن له كتير قوي لما حد يعتدي عليه، ولا لما هو حتى يبقى في لياقته البدنيه هيبان. يعني انا بشوف ناس منفوخه في العضل ده وتيجي تلعب مثلا 3 ضغط ما تعرفش تكملهم. يعني اكيد قصدي طبعا، اقول لك اكيد طبعا. ان زي بالونه، هو مليان على بالظبط الفاضي من جوه هوا. اقنعيه ان هو يبقى قوي بجد مش قوي منظر، بس يا تفرق ريت كتير يا قوي. مدام ريهام الله يخليكي اعملي لنا حلقه دكتور يقول على قد ايه احنا الحاجات دي هنعمل لكم خطره. سلسلة حلقات مع نور خطاب ان شاء الله، البرومو الله نازل يخليكي الاسبوع ده. ادام الحاجات دي فعلا ما تقلش خطوره عن المخدرات، لان الشباب مهووسين، مهووسين بموضوع العضلات والجيم والكلام ده كله، فيمكن لما يسمعوا منكم غير لما يسمعوا مننا برضه. انا بشكرك اكيد جدا، ميرسي جدا. مين؟
ام احمد. ايوه مالك يا ام احمد؟ ايوه حبيبتي. مالك يا حبيبتي؟ اصحياني. ايه؟ اصحياني. خدهم منك برضو؟ يا حبيبتي موضوع يثبت برضو زي الاخت اللي كانت بتتكلم دلوقتي. خدهم ليه بقى؟ بيشرب وكان بيبعدني برضو ويضربني وكده، وانا قاعده في اوضه في الدور الثاني وحمامي ده في السلم وظروفي تعبانه خالص مش لاقيه اكل. كانت العيال معايا وكده وما بيصرفش عليهم واشتغلت وتعبت، وكانت العيال معايا كنت شغاله في حضانه والعيال معايا لحد ما ابني فرصه ضربته واخد يجي واخد فاتح كام غرزه عند حواجبه كده اهوت. وما جيت بقول له ابنك بيموت مني ودخل اوضه العمليات في بقى في مستشفى معهد ناصر، الحقني يقول لي ربنا معاكي ربنا معاكي، ولحد ما كانت حماتها تحبسني وكده والعيال جت قعدت معايا قاعدين معايا وكده. وبعد كده لما جيت بقول له طب انا عاوزه فلوس عاوزه اي حاجه يقول لي مفيش، وما لقيت العيال هتموت مني خالص. خدوهم مني قالوا لي لا تاخدي العيال وما تساليش على المصاريف لإلا بتاع دوت تسيبهم خالص. ابني حريري في ايدي والله، ابني عنده 5 سنين حريري في ايدي من كتر ما هم كرهوه فيا. بيقولوا لي ابني امك وحش، امك سابتك ومشيت، امك رميتك. طب ارجعي كنترول، خدي نمرتها يا غاده نحللها مشكلتها. انا يعني اللي هي بتقوله ده على فكرة ملوش دعوة بمستوى اجتماعي، عشان انا سمعته في اعلى المستويات. عايزة اصرف على ولادي هاتيهم، هيقعدوا معاكي ماليش دعوة بيهم. بأمارة ايه؟ هو انت كلب بتربيه لازم يبقى قدامك؟ كنت عايز تربي ولادك ممكن تقعد محترم في بيتك ومراعي بيتك ومراتك. هو انت لما بتطلق وتمشي مش انت اللي بتطلق؟ مش انت اللي بتبقى عملت او خربت البيت؟ لان احنا هبل في الاخر كلمتين وخلاص. انا بس هقول حاجه قبل ما نطلع فاصل، يعني تحط كده يعني حلقه في ودنكم. مفيش حد بيعمل حاجه ما بتلفش وترجع له اوحش بكتير. عمري ما قعدت كده حاطه رجلي على رجلي زي ما انا حاطه كده. في ناس ما بتحبش القعده دي بس للاسف انا بقعدها من وانا في المدرسه، وقلت حقي هيرجع لي وما رجعش خالص. انتوا فكروا مع نفسكم كده كان عندي خلافات مع مين وما تأذيش جامد. اكيد انتوا عارفين خلافاتي مع مين، مش عشان شيخه ولا، بس كان عشان ليا حق. ولو انا عملت حاجه وحشه في حد اكيد هترجع لي لو انا قصده. احرم ولاد من امهم واهدد بعدم الصرف واطلع عيال معقده وافضل اقول لهم امكم وحشه وابوكم وحش، انتوا عارفين يعني ايه تجيبوا عيال وتطلعوهم معقدين؟ يعني انت عارف انت كبني ادم ازاي تجيب عيل من صلبك وبدل ما تعمل اللي عليك وتخليه يتعلم كويس ويكبر وياكل ويشرب ويبقى صحته كويسه ويبقى مؤدب ومحترم وخلوق ومتدين وبيعرف ربنا وبيتقي الله، انك تطلعه معقد ومجرم وغير سوي و و و يعني تبقى اذيت حد من دمك الى هذا الحد. وانت لما تقول لامك وحشه انت فاكر ان امه هي اللي بتتضر؟ خالص، هي هتفضل تحب ولادها طول العمر، هتحرمهم منها لكن هو هيطلع بايظ، ولا هيعرف يبقى زوج كويس ولا هيتوظف في حته كويسه ولا هيتعلم كويس ولا اي حاجه. بطلوا تاخدوا الولاد جزء من المباراه اللي بينكم. وانا مش عارفه ليه في مباراه، مش عارفه ليه لما 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 الدنيا بتخلص ما بتخلصش. يعني انت طالق شكرا مع السلامه، بحترمك خلاص، روح شوف انت واحده تانية وانت روحي شوفي واحد تاني. والكلام اللي انا بقوله ده ربنا قايله على فكره، مش انا ما بألفوش، بدليل ان لما ربنا قال اتجوزوا مره واثنين وثلاثه قال لك الرابعه ما تنفعش، روحي هاتي محلل بقى. ليه؟ عشان عايزك تجربي مع حد تاني هتنبسطي اكتر اكيد، لانك اللي فشلتي معاه مره واثنين وثلاثه
مفيش خلاص منه أمل. فربنا قال لك طب محلل بقى عشان لما تجربي عيشتك مع حد تاني يمكن تنبسطي وتستخري، تبدأيش تتبهدلي رايحة جاي. على فاصل ونرجع. انا بضحك عشان بيقولوا لي هيثم دهب عايز يدخل مداخله. هيثم عشان انا قلت ان هو قال ايه ده دي متجوزه 3-4 تبقى هي اللي غلطانه، كسف قوي لما قلت له طب ما انا متجوزه كذا مره، يعني ممكن يكون هيثم بيتكلم عني انا مثلا كده من ورايا. فبيقول لي يدخل مداخله، قلت لهم اهلا وسهلا يدخل مداخله ايه. طيب لقيت صور انا النهارده على الانترنت عجبتني جدا، عجبتني ولا مش عجبتني، قمت زغربت يعني. انا مش عارفه اوصف لكم مدى سعادتي ان انا احس ان في حاجه فيها تحضر، او اني اعتبر من الناس ده بشهادة الناس اللي في الشارع يعني، اني شاركت في موضوع توعية الناس من خطورة المخدرات من خلال الجرائم اللي بنقدمها. فان ناس في اسكندرية محترمين جدا يفكروا في حاجة عبقرية ان هم يحطوا كاميرات في الشارع عندهم، يحطوا كاميرات في الشارع عندهم، يعني لو اي حد باع او اشترى مخدرات او وقف وزع ولا عمل هيتصور بالكاميرا. وعملوا مانشيتات على يوفط كده طويله جدا مكتوب عليها لا للمخدرات، مش باينه كده طبعا، يعني كنتوا جابوا لي صوره منهم كبيره مش. فالناس الجدعان الرجاله، انا عايزه بقى الرجاله هما ماسكين البتاع. بص، لا للمخدرات، جميع انواع المخدرات، المكان مراقب بالكاميرات، ممنوع جميع انواع المخدرات، المكان مراقب بالكاميرات. لو طلت اجي ابوسكوا واحد واحد واقول لكم متشكره وعلى راسي وربنا يخليكوا لينا والمصر، شارع 16 في اسكندريه اللي بيتبع اسم منتزه اول، جدعان ورجاله وبحبكوا وبقدركوا وبحترمكوا، ونفسي ان كل واحد فيك يا مصر يعمل في الشارع بتاعه كده. ولو عايزين احنا نشتري لكم الكاميرات نشتريها. والنبي شوفوا لنا الناس بتاعت منتزه اول. محمود، الو، ازيك يا محمود؟ ازي حضرتك يا مدام ريهام؟ فكره محترمه جدا وبقدركم جدا وبحترمكم جدا، ونفسي مصر كلها تقلدكم من بكره. والله يا حضرتك احنا بنحب حضرتك كلنا، وكان نفسنا يعني الموضوع يطلع لحضرتك. طب انا فكرتوا فيها ازاي وعملتوها ازاي والكاميرات دي بتصور؟ طب حد هيراقب الكاميرات دي بعد كده؟ يعني احكي لي كده الفكره جت ازاي وحصل ايه؟ حضرتك بصراحه الشوارع فيها، حط لنا الصور يا بس المباحث بصراحه شايفه شغلها معانا، وبتنزل بتمسك العيال دي كل يوم، وكل يوم بتنزل وكل شويه بتنزل، بس طبعا مش قاعدين، فاحنا اللي موجودين. ففي ناس ياما متضرره حضرتك ومش بتقدر تتكلم، فلو كله عمل زينا كده واتكلم يعني. انتوا اشتغلتوا حراس على الشارع بتاعكم حضرتك بموافقه برضو باذن من اسم المنتزه اول، خدنا الاذن منه ان احنا اي حد هيبقى موجود في غيابكم احنا موجودين مكانكم، فلازم نقف برضو مع الحكومه ونساعدها ان احنا اي حاجه، اي حد يشوف اي حاجه لازم برضو يعمل كده. وانا متهيألي ان هم ما اعترضوش، ان هم كان دايما اداره المخدرات بالذات والمباحث كانت بتقول ان هم محتاجين تعاون المواطنين في الموضوع ده. ايوه حضرتك، لا احنا استأذننا منهم حضرتك وقالوا لنا اي حاجه هتشوفوها غلط احنا معاكم. طب بقول لك، ما فيش بقى ناس في الشارع بتتعاطى مخدرات اعترضت على عدم وجود المخدرات؟ لا حضرتك، لا، المشكله ان في ناس بتيجي من كل حته، يعني مش من السكان بس، من الشارع. بيجي لك ناس، بيجوا من كذا مكان، بيجوا من كذا مكان بيبيعوا هنا. فاحنا في الشارع كلنا وقفنا مع بعض وقلنا خلاص نمنعوا الموضوع دوت، ومفيش حد. انت عارف يا محمود ان لو كل شارع نزل عمل كده وما بقاش فيه اي حيوان بيدخل يبيع مخدرات جوه الشارع هتبقى خلصت الحكايه؟ لان برضو المباحث لما بتنزل بيبقى فيه مرشد بيقول لهم ان في ماموريه نازله، بيقول لهم مش عارفه ايه.
وبعد ما المباحث بتمشي حضرتك بيظهروا تاني، فاحنا لازم تعاون من اي حد يشوف اي حاجه غلط ما يسكتش. حضرتك الناس جواها كلام بس ما بتقدرش تتكلم، في ناس بتخاف وكده، انا مش عايز حد يخاف، كله يتكلم، اي حد شايف حاجه بره ما يخافش من اي حد ويتكلم. ميرسي يا محمود جدا، واسمح لي ان احنا في اقرب وقت لما نسافر اسكندريه نيجي نحضر الشارع ده، يعني استنانا كده على الجمعه او السبت، كلها تنور اقسم بالله، هنكون عندك ان شاء الله. بنحييك وبنم، انا عايزه امسك اليافطه دي معاك واقول لا للمخدرات، ومن فضلكم كل، بصوا عمل ايه، لو كل شارع وقف قال، انا بشكرك جدا، لو كل شارع وقف وقال محدش هيدخل يبيع عندنا، وكل المدمنين اللي في الشارع كلموا الصندوق اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت كام يا جماعه، الهوت لاين اللي بيعالج الادمان بالمجان، من فضلكم تلاقوا لي النمره مره تانية. يعني انت لو مدمن وتعبان هديك نمره التليفون دلوقتي، هتكلمها هتروح تتعالج عندهم بالمجان في سريه تامه، وتقفوا حراس على شارعكم، محدش اي حد من الحيوانات دي يدخل عندكم، ولا اللي بيشتري ولا اللي بيبيع. انا طبعا اللي بيشتري مش هو الحيوان، هو اللي بيبيع بس. هتقولي ليه؟ لان بيضحك عليكم، بيضحك عليكم باسم ان هو منشط جنسي، بيضحك عليكم بان انت هتسهر وتشتغل كتير، لكن اللي بيبيع ده عارف انه بيموت الناس، وتلات ارباع اللي بيبيعوا هم مدمنين وبيضطروا ان هم يبيعوا عشان يجيبوا تمن القرف اللي بياخدوه. 16-023 ممكن نكتبها كده، لو عايزين تخفوا من الادمان هتكلموا 16-023. وقلت لكم لو سمحتوا احنا عايزين برضو نروح للناس بتوع 16-023 دول نشوف بيعملوا ايه، ضروري جدا 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 نقعد معاهم على التليفون كده ونسمع تليفوناتهم ونشوف بياخدوا الواحد يودوه فين، عشان نقنع الناس ان الموضوع ده لطيف جدا، وياريت نشترك فيه، وياريت كلنا نتبرع له لو عايزين تبرعات، يعني لازم نقوم الموضوع ده على رجلي. قلت لكم لو مصر خليت من المخدرات مصر دي هتبقى حاجه تانية. انا عايزه من فضلكم تدوروا لي على اغنيه النهارده سمعتها كده بتاعت احمد جمال، بيتكلم فيها عن مصر، بيقول لو قالوا لي اوصف مصر بكلمتين هقول تحيا مصر، اللي هي الاغنيه التي ابكت الرئيس السيسي، موجوده كده على الانترنت. من فضلكم انا عايزه اذاعها النهارده. ليه بقى؟ هتقولي ايه العلاقه؟ اول ما سمعتها النهارده وحياه ربنا لقيت نفسي بدمع جدا برضو، قعدت اقول ايه الاغنيه اللي الريس فعلا عيط من اغنيه او بكى من اغنيه او دمع من اغنيه، فلقيت ان اي حد هيسمعها هيتهز، اي حد حتى لو رئيس الجمهوريه، لانها اي حد بيحب مصر هتمسه قوي. فانا دلوقتي وانا بكلم محمود اشعرت، حسيت ان لا، محمود بيحب مصر، واي حد من الرجاله هتقولي الصوره، الرجاله اللي واقفه ورا القماشه اللي ماسكينها ده، انت راجل بتحب مصر، لما تبقى بتغير على شارعك وعلى ناسك وعايز مخدرات تمشي من بلدك انت بتحب مصر، بتقوله بالفعل تحيا مصر، كلنا لازم نقول تحيا مصر، كلنا لازم نقول تحيا مصر بان احنا نحارب اي حاجه وحشه. طب انا عايزاكم برضو من فضلكم، انا بطلب منكم حاجات معلش غلسه على الهوا، انبسطت قوي قوي قوي، انا مش توكشو سياسي وماليش دعوه بالسياسه وفي حالي، بس لما بشوف حاجه حلوه لازم اقول عليها حلوه. شفتوا الريس وهو بيكلم الرجل المحترم جدا 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 المهندس في الجيش المسؤول عن افتتاح كوبري، وبيقول له مين اللي سايب النور مولع يا هشام؟ ممكن تشوفوا الموضوع ده على الانترنت، وهو الريس بيفتتح المشروع الاخير بتاع الكوبري. ليه بقى؟ عشان انا طول عمري وانا ماشيه في الشارع اقول لكم بصوا الاهمال، بصوا سايبين نور الشارع مولع ازاي وقاعدين يقولوا لنا رشدوا في الكهرباء. ليه بالظبط؟ عندنا حلقة قوية جدا 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 عن إهدار المية والكهرباء، هنشوف مصايب يجي يقول لك ايه
رشد الكهرباء، رشد المي، طب ما ترشد انت الاول. فالرئيس قالها قبلينا، يعني ده غلط، فلما نشوفه غلط لازم نقول ان هو غلط. مش عيب ان الواحد يقول ان في حاجه غلط. ممكن الرئيس ما يعلقش، بس واضح ان اخيرا بقى عندنا رئيس جمهوريه وجهه نظره زينا بالظبط، بياخد باله من ادق التفاصيل هي فعلا تعني الوطنيه. لما ببقى متضايق ان النور مولع الصبح يبقى انا غيران فعلا على الكهرباء اللي بتروح على الفاضي، يبقى انا فعلا خايف على البلد، مش عامل منظر وخلاص. ليه بنظلم الناس؟ ليه بنظلم على ظروف الناس؟ ليه نيجي عند ست؟ ياما انا اكتر واحده اتاذيت من الموضوع ده. مش لاقيين اي عيب فيا ولا يقولوا عليا اي حاجه. انا زيك على فكره، لا انا اوحش منك، عشان ما اتجوزتش 4 مرات، انا اتجوزت 5 مرات. وانت بتقولي انك اتجوزتي من وانت عندك 19 سنه، انا من وانا عندي 19 سنه لغايه ما انا عندي 42 سنه اهو، برضو اي حد عايز يشتم فيا يقول لك ايه، ما هي اتجوزت 3 4 مرات، ما هي اتجوزت 4 5 مرات، وكانها وصمه عار. مش هينفع، لانها وصمه عار على اي حد انها مشيت بالحلال او انها مشيت صح، انها ما راحتش ولا صاحبت ولا راحت عملت حاجه غلط، لانها راحت اتجوزت على سنه الله ورسوله. لا، اتجوزت كذا مره، دي مش حاجه غلط، ولكن استمرارية مع زوج بيأذي الولد أو البنت حاجة غير مقبولة بالمرة. من فضلكم ما تخلوش الناس وتجبروهم على أنهم يعملوا حاجة غلط، يعني ما تفهموش الستات أن الجواز الرسمي غلط فتجبروا الست أنها تروح تتجوز في السر وتتجوز عرفي. ما تفهموش أن الولد أو البنت لو عملوا حاجة ومحدش عرفها وفي الدرة او في الضلمة عادي، لكن لو عملناها قدام الناس هو ده اللي غلط. حاجات كتير وامثلة كتير قوي كده. تعالوا نروح لفاصل ونرجع. في قضايا كده معينه دايما اقول ايه هنتابعها، زي النهارده لازم نتابع. ومن فضلك من فضلك يا مرزان اوعي تتنازلي، انا بترجاكي وبتوسل اليكي اوعي تتنازلي من فضلك. والحياه قدامك واسعه، واتجوزي مره واثنين وثلاثه تانيين وعيش حياتك وربي فرح، وان شاء الله باذن الله ربنا يعوضك خير وتجيبي حد تاني. طبعا ربنا يا رب ما يوعدها على حد ابدا ولا يكتبها على حد ابدا. رزان اكيد هتفضل في عقلك وفي قلبك وفي كل حاجه، ولكن هي في الجنه ان شاء الله وفي مكان احسن بكتير، وربنا ان شاء الله يعوضك خير. اوعي تتنازلي، عشان انا عايزه حلقه قريب جدا اقول ان اتحكم عليه بالاعدام، وعايزه اعرف مين المحامي اللي ممكن يدافع عنه في حاجه كده. من القضايا اللي كانت مؤثرة جدا قضية إسلام. إسلام كانت إيه، في 100 عقبة ولا كانت فين؟ فبالتالي في 100 عقبة، وكانت كانت كانت حاجة مؤثرة جدا جدا جدا، وإحنا تولينا القضية دي. تعالى أفكركم بإسلام. دي خطيبته بقى الاولانيه ولا الثانيه؟ هو ما كانش خطبها، ما كانش خطبها الاولانيه، ما كانش خطبها ولا لا 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 يا دي مخدرات، وابوها مسجون ومرات عمها مسجونه، مخدرات وعمها. ابني يا ابله الهام عايز يحقق ابني، يعني صاحبه وراح له الجيش علشان يترتب له ان هو يقتله. أعمل إيه؟ عايز أحقق ابني، يعني هو بعين بيتي وبعيني وكبيري 26 سنة يا أستاذة ريهام،
26 سنة يا عزيزي يا عزيزي. هاتي نفسي. لا خلاص هاتي نفسي. لا لا لا. يعني يطلع منها بالزعرب العجينة. يطلع ازاي؟ انا ما بعيش. يا حبيبي يا ولدي يا قلبي يا ولدي. وتعنوا بايه؟ قلبي يا ولدي. تعنوا بايه؟ اداله واحدة هنا يا استاذة رهام. اداله واحدة هنا يا استاذة رهام. زي ما الشباب بتقولي. وبعدين راح واحد قال له انت هتسيبه يعيش عشان يموتك هو. بقول لك راح مداري ورا العربيه وراح طعنه الطعنه الثانيه وديت اورها له كده. ده اكيد بيشرب مخدرات. بيشرب بيبيع. مش هيشرب بيبيع يا استاذ رهاب. يبقى مش هيشرب. عايز محدش يتكلم. حد يتكلم الله يكون في عونك. ابني قتلونا بتوع المخدرات يا استاذ رهاب. الشهر ده كله بتاع مخدرات. محدش كان قادر يحس عن ابني يا بلد. بتوع مخدرات فعلا؟ حرام عليكم. مخدرات؟ محدش قادر يحس عن ابني. ابني لا بتاع مخدرات ولا بتاع حشيش ولا بتاع حاجه. الحاجه طالبه محامي وانا متاكده ان 70,000 محامي هيبقى عايز يساعد اسلام واهله. انا متاكده ان احنا باسرع وقت هنلاقي المحامي النهارده. هنجيب لك المحامي ان شاء الله. ست بتنادي وبتصرخ وبتقول عايزه مساعده، عايزه محامي، عايزه يبقى ليا ظهر. 26 سنه من عمري راحوا، مفيش حد هيجيب لي العلاج بعدك يا ابني. اتقتل قدام صحابه. اخوه روح هدومه كلها دم. الست دفنت ابنها اللي عنده 26 سنة وتجار المخدرات ما زالوا مصممين ان هيطلعوا منها زي الشعرة من العجين. هل حد هيساعد الست دي؟ وصلنا شارع غريب ومعانا الدكتور عبد الرحيم علي نايب الدايرة. ام اسلام هتاخد حقها. مسك القضية دكتور بهاء أبو شقة. وصلنا بيت أم إسلام ودكتور عبد الرحيم علي وعد ووفى. وتاني يوم على طول كان معانا عشان يشوف طلبات أم إسلام. انا عايز حقي. عايز له الاعدام. واحنا كلمنا الشرطه هدينا بشقه ووافق مشكورا انه يتولى الدفاع عن في القضيه بتاع ابني. هيتولى القضيه بتاع ابنك وحضرتك النهارده هتعملي له توكيل. هتشرفيني في المكتب وهنجيب لك الشهر العقاري في المكتب وهيعمل لك هتعملي توكيل والراجل تكفل مشكورا بكل تكاليف القضيه. يشكر هو كان ولد جميل فاكيد حقه هيرجع. اكيد مش هيروح. النبي يا استاذ علي هو كان جميل. اي مضايقات الدنيا كلها بتبص على ابني. يا رب ارجو ان يكون مفيش ثغرات في القانون. ارجو ان يقدر الدكتور بهاء ابو الشقه ان هو
يحارب فعلا فكرة ان المحامين التانيين ممكن يلاقوا مخرج من القضية. ارجو ان يتحكم بالقصاص عشان العبرة، عشان العظة، عشان اي حد مسطول، اي حد مبرشم، اي حد بياخد مخدرات يبلطج على الناس ويقتل ويفقد ام ابنها يفهم ان الدنيا مش سايبة. والدنيا فعلا مش سايبة. و استاذ عبد الرحيم علي والدكتور بهاء الدين ابو شقه مشيوا الطريق لاخره، مش عملوا شو وعملوا بس برنامج تلفزيوني، ومشيوا مع ام اسلام للاخر لغايه ما اتحكم على المتهم ب 25 سنه سجن. هتقولي ليه مش اعدام؟ معرفش ليه مش اعدام، ولكن انا شايفه ان الاعدام اريح من ان هو يتسجن 25 سنه. رسالة، ورسالة صارمة وحادة لكل تجار المخدرات ولكل البلطجية ولكل اللي فاكرين ان الدنيا ما فيهاش ولا قانون ولا 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 امن ولا لا. احنا في دولة، احنا في دولة وفي قانون، واللي هيغلط هيتحاسب، واللي هيغلط هيتحاسب، وحقوق الناس كلها هترجع لها، واي حد هيلجأ لنا هنرجع له حقه بالقانون. ام اسلام، الو، مش عارفه اقول لك بقاء لله ولا الف مبروك. ايوه استاذه، ربنا يخليك يا استاذه رهام. انا عايزاكي بس توقفي التلفزيون برضه، والاستاذ بهاء ابو شوق عايزاكي تسمعيني من التليفون بس. حاضر يا استاذه رهام، انا سامعاك. انا عارفه انك اكيد اتفرجتي على التقرير ومؤثر وعمرك ما هتنسي اسلام ولا حد أبداً. ولا في ام هتنسى ضناها ابدا ابدا يا بس احنا هي. كنا بنحاول بس نبرد النار اللي عندك والله يا استاذه، وانا عرفت انك ما رضيتيش تاخدي العزا غير بعديها بسنه، غير لما الحكم اتاخد، صح؟ ايوه يما، ايوه، يعني انت عملتي العزا بعد سنه من موت ابنك. قبل ما يتم السنه كمان، يعني قبل ما يتم السنه ب 10 ايام. او اول ما الحكم صدر عملت العزاء؟ تاني يوم عملت العزاء. يعني انت ما قبلتيش العزاء غير لما الحق رجع؟ طبعا طبعا يا استاذه رهام، عريس عريس، وهو اللي كان بيعني وبيجري عليا زي ما انت عارف. هعمل ايه؟ اخد عزاء في عريس مخلص جيش 3 سنين يا استاذه رهام؟ اخده ازاي من غير ما اخد حقه؟ البقاء. انا وابوه بنموت من ساعتها، وكلنا هنا ميتين يا استاذ رهام، وحالتنا على وحش، ولا ابوه بيشتغل ونايم مش قادر يقوم من السرير، ولا انا ولا اي حد فينا. دمرنا موت اسلام، دمرنا يا استاذ رهام. بقاء لله يا ام اسلام، وارجعي الكنترول روم عشان اي مساعده عايزاها احنا تحت امرك. غدا خدي النمره. قعدت سنة مش راضية تاخد العزة، وما زالت بتبكي بنفس الحرقة، وما زالت في نفس، يعني أنا مش عارفة بصراحة، يعني أنا مش عارفة اللي بيبقى واخد مخدرات ده ولا بيروح بيبلطج على واحد وبيموته وبيموت اللي حواليه، زي ما هي قالت كده كلنا ميتين، إحنا وإخواته وأبوه، ليه بتعملوا كده؟ هتاخدوا إيه؟ يعني لما تنتقموا وتنتصروا وبعدين حياتك هتفضل هي هي، هتصحى تاني يوم الصبح هي هي، لو ما باظتش زي اللي خد 25 سنة دي. النهاردة رسالة لكل واحد فاكر ان هو فوق القانون، لا، ما بقاش في حد فوق القانون، وهتطلع سنجتك ولا مطوتك ولا هتضرب لك برشامتين وتيجي تطلعهم علينا في الشارع، هيطلع على جتتك بط بط زي ما بيقولوا. تعالوا نروح لفاصل. عايز ايه؟ لا، نروح لفاصل ونرجع. أرجو إن الرسالة النهاردة تكون وصلت. الرسالة مش إنك تطلقي، مش إنك تخربي بيتك. وليه بكلم الست مش الراجل؟ لأن الراجل مش محتاج نصيحة، يعني أنتوا عارفين كويس قوي أنتوا بتعملوا إيه، ورجال قوامون على النساء،
لكن الست هي اللي بتسكت وبتستحمل وبتبقى عايزه تعيش وبتخاف، لان انت لو طلقت محدش هيتكلم عليك، وانت لو طلقت مش هتدور تجيب نفقه لعيالك، وانت لو طلقت مش هتضطر في حاجه. هتقولي في كتير قوي رجاله عندها حق رؤيه وعايزه تشوف عيالها مش عارفه. ايوه دي الحاجه الوحيده اللي الرجاله مظلومين فيها ولازم حقهم يرجع. كميه الستات اللي برضو بتستعمل ولادها في انها ما توريهمش لابهاتهم دي حاجه يعني مقرفه قوي. ان انا استعمل ابني او بنتي ان انا احرم ابوه منه عشان انا انتقم حاجه صعبه قوي قوي. واروح بعربيتي اروح في نادي ولا في مش عارفه مركز ايه اوري ابني لابوه نص ساعه، ايه ازاي اقدر اعمل كده في ولادي؟ ازاي يعني ازاي اجرؤ اصلا ان انا اعمل كده في ولادي؟ حاجه غريبه قوي. لازم نعمل حلقه عن ال حكايه ان الواحد يشوف ابنه بميعاد لا واني استاذن امه قبل ما اشوفه واشوفه دقيقتين، وما ينفعش يبات معايا، ما ينفعش يسافر معايا، ما ينفعش اعمل اي حاجه. حق الرؤيه ده حاجه نظام عقيم. هتقولك عشان الراجل بيبقى عايز يخطف ولادي ويجري. طب ما هو ده اللي انا بقوله، ان في الاخر انتوا اتنين بتعذبوا الضحيه واحده هي الولاد. ما اعرفش بتعملوا كده ازاي، ما اعرفش مخكم بيبقى فين، ومفيش حد هينتصر في الاخر. في عيل هيطلع معقد. مين معانا؟ مين معانا؟ منى. الو منى. اهلا بيكي، ازاي؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا مدام ريهام. اتفضلي. دلوقتي يا مدام ريهام انا تقريبا نفس المعاناه اللي عاشتها المدام، وبتهدد بالقتل كل يوم بقالي سنتين. عايزه اتطلق ومش عارفه اتطلق. ليه ما ترفعي خلع؟ رفعت خلع، انا بقالي سنتين رفع خلع ومش راضين يطلقوني. غريبه قوي، ده الخلع ده بيتحكم بسرعه قوي. عمري في حياتي يا مدام ريهام ما شفت خلع بيقعد سنتين. ولا انا. ده محامي ايه ده؟ مش عارفه. بتهدد بالقتل انا وابني كل يوم، بيقول لي لو ما تنزلتيش عن القواضي وعن الحاجه اللي عندي وعن كل حاجه انا هاخد ابنك وهقتله. مدام ريهام انا وانا حامل في احمد قال لي لو طلع معاق انا هاخده من جنب منك في المستشفى وهتسلمه وهو حي. ليه ولا قدر الله يطلع معاق ليه؟ معرفش زي ما يكون ان احنا اللي خالقينه، لا ده ربنا هو اللي خلقه. دي خلقه ربنا، كان معاق ولا مش معاق. واحمد بسم الله ما شاء الله دلوقتي حاجه جميله. نفسي ابقى ام احمد، مش ابقى ام الشهيد احمد. لان انا كل يوم ببقى حاطه ايدي على قلبي ان ابني يتاخد مني او يتقفل او يحصل له اي حاجه. طيب سيبي نمرة تليفونك نروح له يمكن يرضى يسمع كلامنا. مها جهزتوا؟ اهلا بيكي. ايوه معاكي. اتفضلي. انا اسمي مع كمال. اهلا بيكي. كنت متجوز وجوزي اسمه خالد عيب، ومعايا بنت اسمها ملك. المهم الاسامي. اتفضلي حضرتك. انا كنت متجوزه وجوزي راح اتجوز عليا مرتين. دلوقتي انا بقول له طلقني، مش عايز يطلقني نهائي خالص. بس انت بترفعي طلاق بالضرر ده بدل ما تتجوز بتاخديه في دقيقه واحده. بيقولي لو رفعتي طلاق بالضرر مش هبعتلك اي حاجه خالص. ماشي. هترفعي نفقه هتاخدي فلوسك برضه. وقال لي بصي بنتي ربيها خديها في حضنك ولا اكنك متجوزه. ايوه بس انت ممكن تاخدي حقك بالقانون عادي. طب ازاي؟ ولا حاجه، بتروحي ترفعي الطلاق بالضرر وبتطلقي بتاخدي نفقه ولادك. بس هو مش عايز يطلق نهائي. ايوه انت بترفعي طلاق بتاخديه على طول. لو انت مش موافقه. هيقعد سنتين ولا ثلاثه؟ ما هو مش احسن ما تطلقيش خالص؟ ولا انت مش عايزه تطلقي؟ لا انا عايزه اتطلق عشان هو راح يتجوز عليا مرتين. ايوه بس ما هو انت سامحتي في مره يعني صح؟ يعني انا معايا حتى بنتي. ايه؟ سامحتي مره اولانيه؟ سامحت المره الاولانيه وبحسبه هيطلقها وهيرجع. ما لقيتهوش رجع، راح اتجوز الثالثة وبيقول لي هتجوز الرابعة والخامسة والستة. بس انتي لسه بتحبيه.
انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. انا عارفه، حاسه بنبره صوتك اصلا. حضرتك انا بحبه، ما بكدبش عليكي، انا بحبه. مش عارفه نولع في نفسنا ولا لا. لا انا بحبه عشان انا حبيته بصدق بجد، بس هو ما عملش بالحب ده. والله العظيم خيبتنا ما على حد بجد. انا حبيته بصدق، وبقى لي 8 سنين كنت بقى يعني 8 سنين قبل ما نتجوز كنت بحبه، بس ما ينفعش معاه حاجه خالص. خايف يرجع لي، مش عارفه خايف يرجع لي ليه، ولا عايز يقابلني ولا عايز يقابل بنته ولا اي حاجه خالص. ايه ده، غريبه قوي دي. يعني بقاله دلوقتي هو 8 سنين مش عايز ولا يقابلني ولا يقابل بنته ولا يجي البيت ده. 8 سنين 8 سنين وانا على الحال دوت، ودلوقتي عندي 8 سنين مضيع عمرك 8 سنين. والله بقالي دلوقتي 40 سنه على الحال دوت، كل ما اقول يقول لي خدي بنتك في حضنك. يعني اخد بنتي في حضني يعني ايه 40 سنه؟ مش عندي 40 سنه دلوقتي. من وانت عندك 32 سنه يعني؟ وانا عندي 32 سنه. ايه ده، وليه ساكته ليه؟ كل شويه حتى لما بتصل بيه بقول لحضرتك والله العظيم انا اول يعني مره كل ما اتصل بيه يقول لي ايه عندي شغل عندي شغل. طب طلقني، يقول لي بعدين بعدين. انا بحبك، طب بتحبني ازاي؟ بيحب. طب وبنتك؟ بيحبك وبقاله 8 سنين ما شافكيش؟ بقاله 8 سنين ما جاش شافنا ولا خايف يجي البيت ده. غريبه دي شويه. طب سيبيني نمرتك. انت بتاخدوا النمر دي ولا بتاخدوني على قد عقلي ولا ايه؟ ايه بتاخدوا النمر اللي انا بقول خدوها دي؟ ماشي. طب ايه؟ ما تقعديش، ما فيش حد بيحب حد يعمل فيه كده. الحب مش اولاني، الحب مواقف. وما فيش حد بيحب حد بيأذيه. ممكن يخون، ممكن يروح يعرف واحدة كده اي كلام، زهقان متخانق معاكي مش عارفة ايه، يوم يومين تلاتة شهر نزوة. لكن يروح يتجوز ويقعد والكلام ده لا. لأ للمدمن، لأ للي بيهينك، لأ للي بيعامل ولادك كويس وحش، لأ في حاجات تحتيها 600 خط كده مش هتتعدل، ما ينفعش الاستمرارية فيها. ما تضيعيش وقت عشان تزعلي على الوقت اللي بيتضيع، وما تضيعيش عمرك. مرة تانية تحية لمحمود، وتحية لرؤساء المباحث في اسم منتزه أول، وتحية للكاميرات اللي اتركبت من الناس، وتحية للناس اللي وقفت مسكت القماشة وقالت لا للمخدرات. احنا كده بنقول تحيا مصر بالفعل مش بالقول. عايزة كل شارع يعمل كده، يكلمني ويقول لي انا عملت كده، هاجي اصور معاك واحييك واديك علم مصر، ونقعد نزغرط مع بعض ان احنا طردنا الحيوانات دول من الشارع. ابقوا رجالة بس وبقدها. تحيا مصر بالفعل مش بالقول. تعالوا نشوف محمود واصحابه ورؤساء مباحث اسم منتزه اول. انا كان معايا اسامي الضباط. مين؟ المقدم احمد مليس رئيس مباحث منتزه اول، الرائد مصطفى عماره، رائد فادي ابو الدهب. المقدم احمد مليس رئيس مباحث منتزه اول، الرائد مصطفى عماره، رائد فادي ابو الدهب. انا طبعا ماليش علاقه بالداخليه لغايه ما يمشي الراجل المسؤول على التلفزيون في العلاقات ده، وان شاء الله ارجع علاقتي تبقى كويسه بيهم. ولكن لازم احيي الضباط الرجاله قوي 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 اللي وقفوا مع الناس دي عشان يعملوا كده. بضرب لكم يعني مليون سلام والف تحيه، وبنحني ليكم شكرا ان انتوا تعاونتوا وما قلتوش لا ما نركبش كاميرات، لا ما نحطش مش عارفه ايه، لا ما تبلطجوش على الناس. الناس حرست شارعها فعلا. تحيا مصر، تحيا مصر بشعبها، تحيا مصر برئيسها، تحيا مصر تحيا مصر بينا، تحيا مصر بأي حد يقول لا للغلط. هستناكوا تعملوا زيهم ونقول فعلا كلنا بصوت عالي جدا تحيا مصر.